صباح الخير والسعاده على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشه التلفزيون المصري من خلال القناه الاولى والفضائيه المصريه اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر صباح الفل عليك يا شاذلي صباح الخير عليك يا بسنت وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر طبعا في اهتمام متواصل من مصر بكل مؤسساتها لتقديم المساعدات الانسانيه والاغاثيه لاهالينا في قطاع غزه وتخفيف تداعيات العدوان الاسرائيلي على اشقائنا والحياه التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بيقوم بدور مهم جدا في تجهيز وتقديم كميات كبيرة من المساعدات امبارح أطلق القافلة السبعة للأشقاء في قطاع غزة واللي بتتضمن أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر من 2985 طن من المساعدات يعني دي مش اول قافله ويمكن زي ما شاز دي كان بيقول دي السبعه فالقافله اللي اطلقها التحالف امبارح بتتضمن معظم احتياجات الاساسيه اللي بيحتاجها اهالينا في غزه فيها مواد غذائيه وادويه والبان اطفال وكمان مستلزمات طبيه وخيم ومراتب وملابس وبطاطين واحذيه وكمان كراتين من الميه المعدنيه طبعا بيشارك في القافله معظم كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اللي بيساندوا الاشقاء في غزه لمواجهه وتحمل اعباء الحرب والعدوان. طبعا ما فيش شك ان في تواصل بشكل مستمر ما بين الجانب المصري ما بين التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والجانب الفلسطيني للوقوف على الاحتياجات قواتنا المسلحه بتقوم بدور مهم جدا ودور كبير في اعداد وتجهيز عدد كبير ونقل طبعا المساعدات الانسانيه ومواد الاغاثه عبر الجسر الجوي الممتد على مدار الاسابيع الماضيه وده من خلال الاسقاط الجوي للمساعدات الانسانيه واللي بتشمل عشرات الاطنان من المواد الغذائيه وايضا المواد الطبيه. ده في الحقيقه بيعكس اهتمام الدوله المصريه بنفاذ ووصول المساعدات لاهالينا في غزه بكل الطرق، اما عن طريق الجنوب لقطاع جنوب القطاع عن طريق طبعا معبر رفح او في الشمال عن طريق الاسقاط الجوي. ربنا يا رب يخفف عن اهالينا في غزه وتنتهي هذه الماساه في اسرع وقت ممكن. ونرجع نفرح تاني بالنصر ونشوف غزه تاني زي الاول مره تانيه بنصبح عليكم صباح الخير يا مصر قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده خلونا نروح لهاله ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس وايضا المرور في القاهره والمحافظات صباح, صباح الخير, الخير. صباح الفل يا شاذلي صباح الفل يا فسانتو صباح الفل على كل اللي بيشوفونا جو حر نار مع الاسف <applause> واضح واحنا جايين كان <applause> حر حر شويه اه يعني هتوصل 38 في القاهره بس ان شاء الله يعني هي دي فتره تقلبات جويه على العموم هنبدا الاول مع حضراتكم جوله سريعه مروريه وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي وبنبدا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد في الوقت الحالي وجود كثافات نسبيه في شوارع متفرقه في شوارع تانية هنلاقي ان في سيوله مروريه على طريق الكورنيش هنلاقي ان في كثافات مروريه من المظلات في اتجاه منطقه وسط البلد كمان الكورنيش للمتجه للمؤسسه في بعض الكثافات المروريه هنروح لكوبري اكتوبر هنلاقي هناك في كثافات مروريه مستمره لحد العباسيه وهنفضل ماشيين لحد غمره في اتجاه العباسيه لان في سيوله مروريه، لو رحنا لمحور النصر هنلاقي ان في كثافات مروريه وصولا للمنصه، كمان ظهرت بعض الكثافات المتوسطه في الاتجاه الاخر الى وسط المدينه وبيشهد شارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر حتى منطقه الزاويه الحمراء بعض الكثافات المروريه. كمان شهدت مناطق كورنيش النيل ازدحام متوسط في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح أما الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان فبيشهد ازدحام نسبياً نروح لمحافظه الجيزه وهنبدا من الطريق الدائري في بعض الكثافات المروريه قبل بعض قبل بعض النزلات كمان بدات تتكون كثافات مروريه بمحور 26 يوليو للقادم الى ميدان لبنان من مدينه 6 اكتوبر اما المتجه الاتجاه الاخر فبيشهد كثافات نسبيه وهنلاقيها بتنتهي عند طلعه الدائري من ميدان لبنان نروح لطريق المريوطية الدائري هنلاقي فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لمدان الرماية كمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية ومدان الدقي وكمان بتظهر بعض الكثافات التانية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة ومدان النهضة وصولا لبولاء ومبابة بالنسبة لمحور صفت فبيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة كمان ظهرت بعض الكثافات المتحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية وكثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين وبرضو ظهرت كثافات تانية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة ومدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة هنروح لمحافظة الأليوبية لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الاقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما اي كثافات ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي من الزراعي هيلاقي بعض الكثافات المروريه في طريق اسكندريه الزراعي قبل الطريق الدائري ولكن اقل من المعتاد. كمان بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعه وسط متابعه بصفه دوريه لحركه السيارات لسحب اي كثافات مروريه بتظهر بالطريق لمنع ظهور اي زحام مروري. هنكمل جولتنا المرورية هنروح لمحافظة بورسعيد وهنلاقي فيها سيولة مرورية في أغلب الشوارع مع عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر واللي بيشهد كثافات نسبية قليلة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده زي ما قلنا كده في ارتفاع في درجات الحراره والطقس هيكون شديد الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه درجة الحرارة في القاهرة النهارده 38 واعلى درجة حرارة هتكون في اسوان 42 اقل درجة حرارة هتكون في بورسعيد 27 درجة طبعا معانا تفاصيل اكثر عن حالة الجو بس بعد شوية برحب بحضراتكم مره تانية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى امبارح اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وتناول الاتصال العلاقات الثنائيه بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات كمان تمت مناقشه تطورات الاوضاع في قطاع غزه وانفاذ المساعدات الانسانيه كمان عقد السيد الرئيس اجتماع لمتابعه الموقف التنفيذي للخطه الاستثماريه لمشروعات قطاع النقل واطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية وإعادة تأهيل وتطوير خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول اتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يتفق مع الطابع التاريخي والاستراتيجي اللي بيتميز به التعاون بين الدولتين كما ناقش الاتصال بين الرئيسين تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتم استعراض مستجدات الجهود الرامية للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية أيضاً تمت مناقشة جهود البلدين لتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين الفلسطينيين بما يخفف من وطأة المأساة الإنسانية بالقطاع امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشاز تناول اتصال العلاقات الثنائيه بين البلدين واثنى الجانبان على مستوى العلاقات وما تشهده من زخم واكدا حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يتفق ومصالح الشعبين الصديقين ايضا تناول الجانبان التوترات الاقليميه الاخيره واكدا وجود حاجه ماسه وعاجله لانهاء حاله التحفز الراهنه لاستعاده السلم والامن بالاقليم وتم التجديد على محوريه العمل للوصول لتسويه عادله وشامله للقضيه الفلسطينيه خاصه عن طريق تفعيل حل الدولتين من خلال توسيع الاعتراف بالدوله الفلسطينيه المستقله بما يدعم جهود استعاده الامن والاستقرار والسلام في المنطقه امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع لمتابعه الموقف التنفيذي للخطه الاستثماريه لمشروعات قطاع النقل واطلع الرئيس على جهود تطوير منظومه السكك الحديديه واعاده تاهيل وتطوير خطوط مترو الانفاق بالقاهره الكبرى فضلا عن مشروعات انشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهوريه بالشراكه مع عدد من الشركات العالميه امبارح حنا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بمناسبه الذكرى الثانيه والاربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها لحضن الوطن وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة وبالأصالة عن نفسه بأسم آيات التهاني القلبية وأصدق التمنيات لفخامة الرئيس بهذه المناسبة التي ستظل دائماً وأبداً فخراً لنا جميعاً تذكرنا بنصر أكتوبر المجيد اللي قدم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودمائهم فداء للوطن وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن والحفاظ على مقدراته. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف صناعة الأسمدة وسبل تشجيع هذه الصناعة للتوسع وزيادة حجم صادراتها. استعرض الاجتماع ما قامت به وزارة المالية دعماً وتشجيعاً للعديد من الأنشطة الصناعية والإنتاجية والزراعية ومن ذلك ما يتعلق بصناعة الأسمدة. ايضا تناول الاجتماع اجمالي الطاقات الانتاجيه للاسمده باختلاف انواعها، وتمت الاشاره الى ان مصر تحتل المرتبه السادسه في الانتاج والتصدير على مستوى العالم في الاسمده. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بمقر الحكومه بالعاصمه الاداريه الجديده مع محمد سعيد الدنحاني مدير الديوان الأمير لاماره الفجيره بدوله الامارات العربيه المتحده لاستعراض خطط التوسع المستقبليه في السوق المصريه في مجال النفط والغاز. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لعمق العلاقات الثنائية المميزة اللي بتربط بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي اللي بيشهد تطور ملحوظ في الآونة الأخيرة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك ان الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي اللي بينفذوا احد التشكيلات في الجيش الثاني الميداني على مدار عدة ايام في اطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وفي ختام المرحله نقل رئيس اركان حرب القوات المسلحه تحيات وتقدير الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني مؤكدا حرص القياده العامه للقوات المسلحه على الاهتمام بتطوير الفرد المقاتل وتعظيم امكانياته بما يتوافق مع طبيعه المهام المكلف بها فضلا عن الارتقاء بوسائل التدريب والتاهيل لوحدات وتشكيلات القوات المسلحه بما يسهم في تطوير الاداء ومواكبه التطورات المتلاحقه بمختلف المجالات العسكريه خلال تنفيذ المهام المكلفه بها لحمايه الوطن وصون مقدراته امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن مصر بتستعد لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية بنسختها الأولى بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء وبيأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبتنطلق البطولة من يوم الأربع 24 إبريل وحتى 27 إبريل بمشاركة أكثر من عشر دول عربية بمدينة مصر الدولية الأولمبية امبارح قررت وزاره الداخليه منح نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل زيارتين استثنائيتين اعتبارا من يوم السبت الموافق 27/4 حتى يوم الخميس الموافق 13/6 وده اسوه بالاعوام السابقه بمناسبه الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 ابريل وعيد القيامه المجيد. وده حرصا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات أما بالنسبة لأخبار المحافظات ففي محافظة الفيوم تم تنفيذ 75 مشروع لإنشاء الكباري وتبطين الترع ضمن مبادرة حياة كريمة كفر الشيخ تم البدء في التشغيل التجريبي لبنك الدم التجميعي بالمستشفى العام كمان في شمال سيناء تم الاعلان عن طرح ثلاث مشروعات تنمويه خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظه وفي الاهلية تم صرف 249 الف جنيه مساعدات للاسر الاولى بالرعايه خلال مارس اللي فات تفاصيل واخبار اكثر في سياق هذا التقرير محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كثيرة، في الفيوم أعلنت المحافظة عن تنفيذ 75 مشروع لإنشاء الكباري وتبطين الترع بقرى مركزي إدسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بإجمالي تكلفة 280 مليون جنيه، وده في إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة الري وتأهيل الترع. في كفر الشيخ، أعلنت المحافظة بدء التشغيل التجريبي لبنك دم مستشفى كفر الشيخ العام التجميعي، وتم إجراء أول عملية سحب للتبرع بالدم من أحد المتبرعين بعد توقيع الكشف عليه وإجراء الفحوصات اللازمة له، وده في إطار الحرص على تحسين الأداء في المستشفيات، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. في البحر الاحمر اصدرت المحافظه قرار بايقاف عمل مراكب الجر والشانشولا لمده خمس سنوات على ان يقتصر عملها شمالا في منطقه خليج السويس شمل القرار حظر تداول اسماك البحر الاحمر بالاسواق والمطاعم والمحلات التجاريه في الفتره من 1 مايو حتى 15 يوليو مع تشكيل لجنه من محميات البحر الاحمر ومديريه التموين وهيئه الثروه السمكيه وشرطه البيئه للمرور على تلك المحلات والاسواق للتاكد من تنفيذ القرار كما تم ايقاف الصيد الترفيهي بكافه انواعه ومسابقات الصيد سواء كانت باستخدام مراكب النزهه او اليخوت الخاصه في بني سويف أكدت مديرية الصحة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية شنرا مركز الفشن، وتم الكشف على 1447 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في شمال سينا أعلنت المحافظة طرح ثلاث مشروعات تنموية خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وهي مدينة رفح الجديدة وقرى الصيادين في بئر العبد والمرحلة الثانية من التجمعات التنموية في منطقة وسط سينا. ومن المقرر افتتاح عدد من المشروعات التنمويه خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظه. في جامعه سوهاج وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعه على مد فتره قبول طلبات المتقدمين للتسجيل بالدراسات العليا بكليه الدراسات العليا والبحوث حتى نهايه شهر ابريل الجاري 2024 وده من اجل اتاحه المزيد من المجالات والتخصصات الجديده والمميزه اللي بتخدم قضايا المجتمع والبيئه. في الأليوبية أعلنت مديرية التموين انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع والشون وبناكر الأليوبية وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 6382 طن و955 كيلو جرام من القمح للصوامع والشون والبناكر كما بلغ إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة 25 ألف فدان قمح في الدقهلية أعلنت المحافظة أنه تم صرف 249 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر مارس الماضي على مستوى المحافظة استفادت منها 757 أسرة وده بإشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي وفقاً للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا خليكم معنا وبنصبح على حضراتكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية الشرقية بالليل الجو هيكون معتدل الحراره على كافه الانحاء كمان في النهارده نشاط للرياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وهتكون مثيره للرمال والاتربه وهتؤدي الى تدهور الرؤيه الافقيه على مناطق غرب البلاد خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه صباح الخير يا دكتوره منار صباح الخير على حضرتك استاذة هلا وصباح الخير على كل الساده المشاهدين اهلا بك يا اهلا بحضرتك يمكن ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره في نشاط للرياح وكمان في اتربه قول لنا بقى تفاصيل الجو ايه النهارده بالفعل يمكن زي ما نوهنا في نشراتنا دايما من بدايه الاسبوع ان هيكون في موجه من موجات ارتفاع قيم درجات الحراره المعتادين عليها دايما في فصل الربيع هتبتدي اليوم الثلاثاء وتستمر معانا حتى يوم الخميس ذروه الموجه دي هتكون غدا الاربعاء ان شاء الله مم. وده بسبب ان احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه الجنوبيه، الكتل دي مرتفعه بشكل كبير في قيم درجات حرارتها خلال فتره النهار، بالاضافه كمان لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ده بيساعد بشكل كبير على ارتفاع قيم درجات الحراره. مم. اليوم العظمى على القاهره الكبرى ترتفع عن الامس بمعدل من خمس لست درجات. وتكون 38 درجه مئويه خلال فتره النهار فبالتالي في ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره خلال فتره النهار في معظم محافظات الجمهوريه تعتبر درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي من 8 ل 10 درجات اجواء شديده الحراره خلال فتره النهار وده في اغلب محافظات الجمهوريه من سواحلنا الشماليه الغربيه الوجه البحري القاهره الكبرى شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء اغلب المحافظات جوها شديده الحراره فتره النهار كمان فترات الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس طبعا بيكون في انخفاض قيم درجات الحراره لكن احنا هنلاحظ في 48 ساعه اللي جايه ان البروده قلت تماما من الجو درجات الحراره الصغرى ارتفعت لان احنا متوقع درجه حراره صغرى على القاهره الكبرى خلال فتره الليل ما بين 25 و 26 درجه مئويه فايضا فتره الليل هتكون اجواءها معتدله تماما مم. اجواء هي ربعيه لكن اشبه للأجواء الصيفيه يعني خلال ال 72 ساعه اللي جايه ان شاء الله مم. كمان العنصر الثاني اللي معانا في الحاله الجويه هو نشاط الرياح مم. اليوم هيكون في نشاط للرياح في معظم المحافظات الشماليه نشاط الرياح ده سرعته ما بين 35 او 30 ل 35 كيلو متر على الساعه نحس بيه اكثر في المناطق الشماليه فترات المساء او ساعات الليل ده يساعد على تلطيف الاجواء بعض الشيء لكن بس هيأثر على الرؤية يا دكتور منار؟ في تأثير بالفعل على بالفعل في المنطقة الغربية هيأثر بشكل كبير لأن سرعات الرياح في المنطقة الغربية تتجاوز ال 45 كيلو متر على الساعة. المنطقة م. الغربية دي اللي هي الصحراء الغربية وسواحلنا الشمالية الغربية مروراً بالسلو ومطروح سيدي براني العالمين وممكن كمان مناطق من الإسكندرية سرعات الرياح ترتفع بشكل كبير فده بيؤدي لإثارة الرمال والأتربة وطبعاً ده يؤدي إلى تدهور كبير وانخفاض في الرؤية الأفقية في غرب البلاد لكن والرمال المصاره طبعا في المناطق الداخليه مش هتحس بيها بالشكل الكبير هي المنطقه مم. الغربيه اللي هتحس بالاتربه والرمال المصاره بشكل كبير. مم. بكره الاربع زي ما قلنا ذروه ارتفاع قيم درجات الحراره واللي متوقع ان العظم على القاهره الكبرى توصل ل 40 درجه مئويه خلال فتره النهار فبتجي مزيد من الاحساس بالاجواء شديده الحراره فتره النهار. سرعات الرياح تقل في بعض المناطق لكن هيكون في اتربه وشوائب عالقه موجوده في الجو دي ممكن برضو تاثر على الرؤيه الافقيه. مع يوم الخميس سينكسر حده ارتفاع قيم درجات الحراره وتكون 36 عظمه على القاهره الكبرى لكن احساسنا بالطقس ايضا يوم الخميس هيكون طقس شديد الحراره التحسن والاحساس بالاجواء تاني الاجواء الربعية فتره م. النهارده هيكون من يوم الجمعه ان شاء الله متوقع مع يوم الجمعه تنخفض قيم درجات الحراره ويكون في منخفض جوي في طبقات الجو العليا فده يساعد على وجود السحب وانخفاض قيم درجات الحراره وفرص الامطار هتبقى موجوده بشكل مؤثر يوم الجمعه في المناطق اللي موجوده في سلاسل جبال البحر الاحمر او سيناء او مناطق من جنوب البلاد او جنوب الصعيد تحديدا فمهم جدا خلال ال 72 ساعه اللي جايه بننصح كل سبع مواطنين بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس وقت الظهيره تحديدا من الساعه 1 للساعه 3 4 العصر الفتره دي اللي بتسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله فبقدر الامكان نتجنب اشعه الشمس لان هي نسب الرطوبة منخفضه م. فبالتالي هنحس بقيم درجات حراره نفس القيم لو انا تجنبت اشعه الشمس م. لو تعرضت لاشعه الشمس بشكل مباشر هحس بارتفاعات اكثر في قيم درجات الحراره نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل اهمهم طبعا اللص الميه تبقى موجوده في على مدار الزوم ومرضى الحساسيه الصدريه طبعا والجيوب الانفيه يفضل خلال يعني 72 ساعه اللي جايه واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات مم. والقياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق المؤديه من والى المنطقه الغربيه سواحلنا الغربيه او مناطق من الساحل الغربيه ناخد بالنا بشكل كبير قياده بهدوء تام وحذر شديد وطبعا نستمر في المتابعه اليوميه للنشرات الجويه لان الربيع دايما معروف في الجويه الحاده ونشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهرة العظمى هتكون 38 والصغرى 26 والعاصمة الإدارية 39 25 الإسكندرية 37 25 والعالمين الجديدة 38 24 مطروح 38 24 أيضا ودمياط 32 22

الفيوم 39 24 وبني سويف ايضا 39 24 الوادي الجديد 40 25 واسيوط 40 24 سوهاج 39 25 وقنا 40 25 الاقصر 41 26 اسوان 42 26 دي كانت نشرتنا الجويه المفصله ودلوقتي عوده مره ثانيه لبسنت وشاذلي ومتابعه فقره صباح الخير يا مصر شكرا لك يا شكرا, شكرا. خلينا دلوقتي نتابع مع بعض اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده في سياق هذا التقرير بالنسبه للاخبار اللي هتحصل النهارده فهيشهد مقر الامانه العامه لجامعه الدول العربيه بالقاهره افتتاح دور الانعقاد ال 61 للجنه الميثاق العربي لحقوق الانسان المتضمن جلسات مناقشه كل من التقرير الدوري الثاني للبحرين والتقرير الاول لمصر وده في اطار متابعه تنفيذ الدول العربيه لالتزاماتها المترتبه على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الانسان وتقييم مدى التزام الدول بتطبيق احكام الميثاق. النهارده هينطلق المؤتمر اللي بتنظمه وزاره العدل بالتعاون مع المنظمه العالميه للملكيه الفكريه والجامعه البريطانيه بالقاهره عن الذكاء الاصطناعي التوليدي واثره على حقوق الملكيه الفكريه وده بمشاركه دوليه من المتخصصين في هذا المجال. وبيعد هذا المؤتمر اول مؤتمر تعقده وزاره العدل بمقرها بالعاصمه الاداريه الجديده وبيتناول موضوعات اهمها الجهود الدوليه لتنظيم اطر قانونيه للذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر النهارده هيعقد وزير الخارجيه سامح شكري جلسه مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيه وزير الدفاع الايرلندي ميهول مارتن اللي بيقوم بزياره للقاهره وبيتناول اللقاء اللي بيعقد بمقر وزاره الخارجيه في العاصمه الاداريه الجديده العلاقات اللي بتربط بين مصر وايرلندا وسبل تعزيزها في شتى المجالات فضلا عن القضايا الاقليميه والدوليه محل الاهتمام المشترك لاسيما الحرب في قطاع غزه ومن المقرر ان يعقد الوزيران مؤتمر صحفي مشترك في ختام المباحثات. النهارده العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في اطار الجوله 19 من عمر المسابقه هيلتقي سموحه مع بلديه المحله في تمام الساعه الرابعه عصرا وفي السابعه مساء هيلتقي فاركو مع المصري في مدينة العريش انطلقت فعاليات مهرجان سباق الهجن واللي بيتم تنظيمها بمناسبة احتفال المحافظة محافظة شمال سينا بالعيد القومي بيشارك في المهرجان عدد كبير من المتسابقين من مختلف المحافظات من احلى واجمل انواع السباقات سباق الهجن لكن الاحلى انه يكون موجود على ارض الفيروز بشمال سيناء بعد عوده الحياه والامن والامان وبعد توقف لسنين الاجواء الجميله المبهجه اللي موجوده في سباق الهجن بتاتي كمان احتفالا بعيد تحرير سيناء تعالوا بينا نبدا السباق ونشوف التراث السيناوي الاصيل وسط الاجواء المبهجه دي انطلق سباق الهجن في منطقه الكيلو 17 غرب مدينه العريش بمظاهر احتفاليه بتؤكد على رساله السلام وعوده الامن والامان لشمال سيناء والحقيقه كان في استعدادات خاصه وجميله في انطلاق السباق جمعت بين كل الفئات والاعمار احتفالا بعيد تحرير سيناء سباق الهجن ده كان بالنسبه لنا قضيه رئيسيه ولازم ننشئ حاجه مش موجوده في مصر كلها وقد كان احنا احنا الميدان الهجن اللي احنا واقفين فيه ده ده يعتبر من من افضل او اقول افضل الاماكن اللي هي بيتدرب فيها الهجن واحنا طبعا كانت الازمه اللي كانت عندنا الارهاب وخلافه وضع حد لممارسه هذه الرياضه ولكن بعد دحر الارهاب عادت الرياضه مره اخرى وكل سنه نسبه المشاركه فيها بترتفع والجوايز بترتفع فيعني احنا يعني بنعتبر نفسنا من اسعد الناس عشان خاطر سباق الهجم بيجرى في مدينه العريش وهي الميدان رقم واحد على مستوى الجمهور سباق الهجن بيشارك فيه 600 مشارك من 17 محافظة هيخوضوا على مدار يومين 26 شوط بحضور 22 قبيلة استعدوا للسباق ووصلوا لمدينة العريش للمشاركة في السباق والاحتفال بتوزيع الجوائز المالية على الفائزين هم نستعد لهذا المهرجان من أكثر من ثلاث شهور كان في اتصالات مع وزير الرياضه والمحافظ عبد الفضيل شوشه على التحضير لهذا المهرجان وبيتم ابلاغ المحافظات كلها المهتمه بهذه الرياضه للحضور الى العريش ولم يبقى حتى القوات المسلحه والشرطه كل القيادات ما حدث لنا الطريق لكي يخرج هذا المهرجان بالصوره اللي شايفين انت كل محافظات مصر 17 محافظه عندنا 22 قبيله من قبائل كبيره في مصر موجوده في شرم الشيخ في العريش عندنا 600 مشارك من الهجن العربية الاصيله تتنافس على 26 شوط في زخم كبير وحضور طيب من من القيادات ومن المسؤولين عن القبائل وبنتوجه عبر منبركم هذا الدكتور شرف صبحي راعي الرياضه في مصر لدعمه لرياضه الهجن في كل المحافل وكل المناسبات في كل المحافظات ايضا والمجلس القومي للقبائل العربيه ايضا متواجد معنا التكاتف بنجح اينما وجد وانا كرئيس اتحاد الهجن برضه بنسعى خارج مصر ان احنا ننشر هذه الرياضه لكي تستطيع الهجنة المصرية تنافس دوليا وإن شاء الله الفترة الجاية هتكون الصعيد والبحر الأحمر يكون في انتشار لهذه الرياضة طبعا مشاركين أنا في المهرجان بتاع الهجن وجايين بجمالنا من الأقصر ومن أصوان وبنسعى الجمل ونولده عندنا وندرب للسبق وبنجي شرم الشيخ وبنجي اسماعيليه وهم بيجوا عندنا الأقصر والوادي الجديد فالطراس ده أصلا من دم البدو يعني عاش في دمنا احنا ما نستغنى عنه وان شاء الله ربنا يتم على العريشه على خير وسيناء ان شاء الله باذن الله في العمار وزياره المهرجانات مستعدين بالجمال لانه احنا كان عندنا في شهر اثنين سباق برضه في محافظه الوادي الجديد الاقصر فلبينا الدعوه وجينا بجبالنا عشان احنا نشارك معاهم زي ما بيشاركوا معانا هم الاقصر وفي الوادي الجديد وفي اسوان فاحنا جبنا جمالنا وجينا يطبينا النهارده ان شاء الله للمشاركه بعون الله وربنا يتم على خير باذن الله وعلى هامش سباق الهجن اقام متحف التراث السيناوي معرض لعرض مقتنيات المتحف اللي بتحكي وبتجسد التراث السيناوي القديم والأصيل أهم المقتنيات هي مقتنيات تراثيه كلها عدت اغلبها 100 سنه لو حضرتك شفت كده الطوب البدوي او هو ما يميز السمة البدويه لشمال سينا اختلافا عن كل المحافظات الجمهوريه هو الطوب البدوي وزينه المراه السينويه زينه المراه السينويه دايما بتلبس البرجع والقناع والصوفيه اللي هي الحزام والتوب اللي الزوجه لها اللي توب والبنت العروسه ليها توب ثم قلنا في 25 ابريل لابد ان احنا نتواجد فجات لنا توجيهات السيد المحافظ انه في مهرجان الهجن لابد من وجود المتحف التراث السيناوي انطلاق سباق الهجن تضمن عروض فنيه شارك فيها عدد من اطفال سينا وفلسطين لرسم البهجه على وجوه الحاضرين طبعا اتبسطنا هنا النهارده قوي وشفنا المحافظ وسلمنا عليهم وعملنا فقرات ولعبنا واتبسطنا جد جدا جدا هنا ونشكر جميع الناس اللي شاركوا في في الحاجه الكبيره دي اللي احنا عملناها النهارده ونشكر برضو جمعيه الفيروز وعملنا اغنيه سينا اوابينا وبصراحه اتبسطنا واتبسطنا قوي عشان احنا جينا عملنا فقرات واتبسطنا وهنعمل وهنتفرج على سباق الهجن بصراحه احنا مبسوطين قوي انا من فلسطين واحنا كتير بنحب التراث وبنحب ان هم كانوا بيشاركونا بكل فرحتنا وبنشكرهم على الاخر بنشكر الفيروز بنشكر المحافظ عشان هو اجا وعملنا فقرات كتير حلوه وغنينا ولعبنا انطلاق سباق الهجن بيعد احتفال رياضي مهم بيعكس جمال التراث السيناوي وعودة الحياة لمدينة العريش وكمان الترويج للمدينة سياحيا ووضعها على خريطة المدن السياحية الكبرى... محمود جميل صباح الخير يا مصر خلونا نروح لموضوع تاني مهم جدا وبما ان النهارده 23 ابريل العالم بيحتفل باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف من الاف السنين ومصر بتحافظ على الكتاب وبتقدر الكاتب عشان كده كانت مكتبه الاسكندريه هذا الصرح اللي احتفى بالكتاب في العصر الحديث بتحتل مكتبه الاسكندريه مكانه خاصه وبتلعب دور مهم في حمايه الكتاب وحفظ حقوق المؤلف. طبعا ما فيش شك انه الاهتمام بالكتاب ومؤلف او الكتاب والادباء بشكل عام غايه في الاهميه لانه بيرفع الوعي الانساني عن الدور في اليوم العالمي للكتاب عن دور مكتبه الاسكندريه هيكلمنا الدكتور احمد زايد مدير مكتبه الاسكندريه صباح الخير عليك يا دكتور احمد اهلا يا فندم صباح الخير يا اهلا بسيادتك بس طبعا ما فيش شك ان احنا لما نيجي نتكلم عن الاهتمام بالكتاب ومؤلفي الكتب لازم نتكلم عن دور مكتبه الاسكندريه المهم جدا كواحده من اهم مكتبات العالم في حمايه تاريخ الكتابه ومستقبل الكتاب، ازاي مكتبه الاسكندريه بتحتفل بهذا اليوم؟ اولا احنا دائما بنذكر في مثل هذا اليوم بان مكتبه الاسكندريه كانت اول مكتبه في العالم في تاريخها القديم تحتفظ بالكتب وتجعل لها مكتبه متخصصه وهذه المكتبه كانت مفهرسه وكانت يعني بتعتمد حتى على نظم في حفظ الكتب وفي تجويد الكتب يعني بال يعني آآ آآ ما تزال حتى معروفه في كل المكتبات اللي موجوده في العالم. م. فطبعا احنا بنفخر بده وبنيجي في يوم في اليوم العالمي للكتاب وانا استطيع ان انا اقول لحضرتك انه في مكتبة الاسكندريه يمكن يكون عندنا كل كل يوم هو احتفاليه بالكتاب آه لانه المكتبه بتعمل يعني بكل جهد على ان هي تجعل الكتاب محور اساسي في شغلها مم. واحنا بدانا يعني في انتاج سلسله من الافلام آه يعني بمناسبة حقوق الملكية الفكرية وبمناسبة برضه الاهتمام بالمؤلف لأنه احنا لما نهتم بالكتاب يجب أيضاً أن احنا نهتم بمؤلف الكتاب و و ونجعل الشخص الذي يقرأ الكتاب يتعرف قريب يعني بشكل بشكل قريب على على المؤلف فبدأنا نعمل سلسلة من من اللقاءات التلفزيونية أو التسجيلات التلفزيونية اللي بتسمى البودكاست يعني مع مع مؤلفي الكتب بحيث انه نقدر واحنا بنسوق الكتاب او بنعرض الكتاب يمكن انه يمكن يكون إن القارئ يعرف ياخذ فكره عن المؤلف مم. هذا فضلا إنه... طبعا مم. هذا فضلا عن ان احنا بدانا من من فتره نعمل الكتاب ال... ال... الكتاب الذي ال... 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 يقرا ويتم و... و... نقله ورقمنته بالصوت ايضا وسوف نتيح هذه الكتب يعني بدءا من يعني يمكن هذا الشهر او الشهر الذي يليه سوف نتيح هذه الكتب على موقع المكتبه بحيث انه الشخص يستطيع ان هو يدخل على الموقع ويستطيع ان هو يسمع الكتاب وهو في, أو في وهو في العربيه هو في مشروع يا يعني حضراتكم عاملينه اسمه التوثيق الرقمي في ظل العالم كله دلوقتي بيتجه لبيع الكتب عن طريق أم أم يمكن المتاجر الاونلاين انتم النهارده عاملين المشروع ده فالنهارده القارئ بيعمل ايه؟ هل بيدخل على ويب سايت الخاص بالمكتبه؟ الكتب كلها اللي موجوده في المكتبه بتبقى موجوده اونلاين كتب يعني المكتبه على فكره كتب المكتبه متاحه اونلاين احنا عندنا في المكتبه حاجه اسمها الدار على على موقع المكتبه الدار دي فيها كل الكتب المرقمنة الخاصة بالمكتبة يستطيع القارئ في أي مكان أن هو يدخل عليها ويستطيع أن هو يستفيد منها. وكل الكتب اللي وصدفة. كمان يسمعها آه دلوقتي. طبعا طبعا بس بشرط أن يكون الكتاب متاح لأن احنا احنا بنتكلم على حقوق الملكية الفكرية أيضا. م. بشرط أن يكون الكتاب يعني استنفذ فكرة الحقوق حقوق الملكية الفكرية. بمعنى إيه؟ بمعنى ان هو يكون مر عليه فتره زمنيه معينه في, في القانون فتره زمنيه معينه لما بتمر على الكتاب هنقول مثلا ان هو منشوره دي له 20 سنه 30 سنه فده بيبقى متاح للجميع انما آه الكتب المنشوره حديثا لا يمكن ان تتاح للجميع الا باذن من المؤلف او باذن من الناشر ده حسب قانون الملكيه الفكريه فاحنا بنتبع الاصول القانونيه وبحرصين عليها بشكل قاطع وبشكل في قدر كبير جدا 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 من الدقه يعني فاحنا بنتيح الكتب كلها اللي عندنا اللي بتتاح على الموقع وبدانا نعمل كمان مخزن للمجلات العلميه العربيه وهتبقى المكتبه تتيح هذا المخزن ايضا بس دي بناخد الحق يعني عندما نخاطب جهه معينه عايزين المجله بتاعتها فاحنا بن... بناخد منها حق النشر الرقمي وانا عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا في المكتبه معمل رقمنة يمكن يكون هو أكبر معمل رقمنة للكتب في الشرق الأوسط. في حوالي 80 كمبيوتر 80 واحد قاعدين على الأجهزة برقمنة وبنرقمن حوالي 3000 صفحة كل يوم. فاحنا يعني يعني يمكن خلال سنة نفرغ من رقمنة المكتبة كلها بما في كل شيء فيها هيكون رقمانة احنا انتهينا من نصف أكبر من نصف عدد الكتب الموجودة في المكتبة لأنه قوة الرقمنة اليومية ضخمة جدا جدا والشباب ما شاء الله بيشتغلوا م. بشكل فيه قدر كبير جدا من الحرفية ومن الدقة ما. طيب دكتور أحمد من المفهوم أنه يكون في إقبال على المكتبة بشكل مستمر مش بس في هذا اليوم من المثقفين من الأدباء من الشعراء لأن دي حياتهم القراءة والاطلاع لكن هل المكتبه بتهتم مثلا بالقراء الجدد يكون مثلا في جزء خاص بالناس اللي لسه حابه ان هي تقرا يكون في ترشيحات من المكتبه للاطلاع على الكتب يكون في مناقشه حتى بعد الاطلاع على بعض الكتب احنا بنعمل ندوات وبنعمل للشباب احنا عندنا مكتبه اسمها مكتبه الطفل مم. انت بتشتغل مع الاطفال وبتقعد تناقش كتب يعني هم بيقروا بنقعد نناقش كتب معاهم بنعمل مناقشات لمعظم الروايات التي تصدر في مصر في مختبر السرديات <applause> يعني كل الروايات اللي بتصدر لمصر بنعمل لها مناقشات في المكتبه بنعمل حفلات توقيع داخل المكتبه يعني معظم الكتب الجديده التي لها اهميه خاصه بتتعمل لها حفلات توقيع داخل المكتبه بندعو المؤلف وندعو عدد كبير جدا من المثقفين ونعمل داخل المكتبه حفل توقيع بنحاول ان احنا نساعد الناس على القراءه فبننشر ثقافه القراءه مم. يعني بنعلم احنا وده خليني انا يعني اصرح في في, هذا اللقاء الجميل انه قريبا جدا يمكن بعد اسبوعين هنعلن عن مسابقه كبرى للقراءه في في مصر يعني هتعملها المكتبه وهتبقى مسابقه قوميه ان شاء الله وحن, وحن يعني حن هنستخدم فيها الادوات التكنولوجية، يعني القارئ هيقرأ هنحدد له احنا فترة تاريخية معينة هيقرأ فيها م. وبعدين احنا هنتيح له الفرصة ان هو يدخل يعني يعمل اختبار اين؟ يعني هو على الكمبيوتر بيعمل اختبار يتم تصحيحه ذاتياً م. ونعمل مراحل كده يعني في المرحلة الأولى اللي ينجحوا يدخلوا المرحلة الثانية واللي ينجحوا يدخلوا المرحلة الثالثة واللي م. في يعني المحنة. احنا بالنسبه لنا يعني مكتبه الاسكندريه هي درع الحمايه للقارئ مش بس المصري لكن العربي وكل من يهتم بالقراءه احنا في يوم يعني في هذا اليوم المميز جدا بنحتفي بحق بالقراء والكتاب وحق المؤلف كمان ولسه مكملين فقرات عن هذا الموضوع بالتحديد كل الشكر ليك الدكتور احمد زايد مدير مكتبه الاسكندريه دلوقتي مشاهدينا مع موجز لأهم الاخبار مع هاله شكرا شازلي الثامنه صباحا بتوقيت القاهره السادسه بتوقيت غرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله الجهود الراميه لتحقيق تحسن مضطرد في مسار توطين الصناعه في مصر في قطاع النقل ورفع نسبه المكون المحلي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء لمتابعه الموقف التنفيذي للخطه الاستثماريه لمشروعات قطاع النقل. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون تناولا العلاقات الثنائيه والقضايا الاقليميه واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الاتصال بحث تطورات الاوضاع في قطاع غزه حيث اتفق الرئيسان على ضروره التوصل الى تسويه عادله وشامله للقضيه الفلسطينيه من خلال حل الدولتين وخلال اتصال هاتفي اخر اكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز وجود حاجه ماسه وعاجله لانهاء حاله التحفز الراهنه لاستعاده السلم والامن بالمنطقه اعلن رئيس الهيئه العامه للاستعلامات ضياء رشوان ان الفتره الاخيره شهدت عده تصريحات لمسؤولين اسرائيليين على راسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحمل مزاعم وادعاءات باطله حول وجود عمليات تهريب للاسلحه والمتفجرات والذخائر ومكوناتها الى قطاع غزه من الاراضي المصريه بعده طرق ومنها انفاق زعمت هذه التصريحات وجودها على جانبي الحدود واوضح رشوان في بيان ان هذه الادعاءات الكاذبه لا تخدم معاهده السلام التي تحترمها مصر مطالبا الجانب الاسرائيلي بالتوقف عن اطلاق التصريحات التي من شانها توتير العلاقات الثنائيه في ظل الاوضاع الحاليه ولفت رشوان الى ان مصر ستظل تواصل دورها الايجابي الطبيعي من اجل حل كافه مشكلات المنطقه مضيفا ان هذه الادعاءات الكاذبه لن تنجح في اثناء مصر عن القيام بمسؤولياتها الداخليه والاقليميه والدوليه ادانت وزاره الخارجيه الانتهاكات الاسرائيليه المتكرره لاحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني في قطاع غزه والتي تطال المدنيين العزل والنازحين والاطقم الطبيه وفي بيان لها طلبت وزاره الخارجيه باجراء التحقيقات اللازمه للمساءلة ومحاسبة مرتكبي واقعة المقبرة الجماعية للفلسطينيين المدنيين بأحد المجمعات الطبية بخان يونس جنوب قطاع غزة، هذا وأكدت الوزارة أن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل خطورة ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الدور المحوري الذي تطلع به مصر منذ بداية الأزمة في قطاع غزة والذي يأتي في إطار دعم مصر المتواصل للشعب الفلسطيني الشقيق جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني للسفير إيهاب سليمان سفير مصر في رام الله حيث شهد اللقاء تبادلا للرؤى حول الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما تم بحث أطر استمرار تعزيز العمل المشترك لتخفيف المعاناة وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزه بشكل عاجل والتاكيد على ضروره الوقف الفوري للعدوان الذي يتعرض له القطاع استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية فجر اليوم شواطئ الزويده ودير البلح والنصيرات بينما شهدت مناطق شمال القطاع سلسله غارات عنيفه ما اسفر عن استشهاد واصابه عدد من المواطنين وتدمير منازل وممتلكات وكانت السلطات الصحيه في غزه قد اعلنت عن ارتفاع حصيله ضحايا العدوان الاسرائيلي على القطاع الى 34151 شهيدا و77,084 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي هذا وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من, من تنفيذ الاحتلال لوعوده باجتياح رفح الفلسطينية بما يعني القضاء على القليل المتبقي من منظومة العمل الصحي وحرمان السكان من أي خدمات صحية بالإضافة إلى تعرض المئات من السكان لخطر الموت نتيجة لهذا الأمر تبادلت اسرائيل وحزب الله اللبناني القصف المدفعي على طول الحدود، واوضح حزب الله انه تم استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في منطقه المطله، وتم تحقيق اصابات مش مباشره، كما اعلن حزب الله انه اسقط طائره اسرائيليه مسيره كانت في مهمه قتاليه في جنوب لبنان. اقر البرلمان البريطاني قانونا مثيرا للجدل يتيح للحكومه ترحيل طالبي لجوء الى رواندا كانوا قد وصلوا الى المملكه المتحده بطريقه غير شرعيه، وكان نواب البرلمان البريطاني قد رفضوا في وقت سابق التعديل الثاني لمشروع قانون رواندا الذي قدمه مجلس اللوردات الاسبوع الماضي، والذي كان من شأنه ان يشمل اعفاء المواطنين الافغان وغيرهم ممن ساعدوا القوات البريطانيه في الخارج، حيث صوت نحو 305 نايبين لصالح الغاء التعديل. فيما صوت 234 نائبا لصالح الابقاء عليه. انتهى موجز الثامنه وعوده لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل لمحبي فصل الصيف واللي بيحبوا الجو الحر، عايز أقول لكم إن ده من أشهر الفصول اللي بتنتشر فيه الفيروسات المعوية وأمراض الجهاز الهضمي زي مثلا التهابات المعدة والأمعاء ومتلازمة القولون العصبي وغيرها من الأمراض اللي ممكن ينتج عنها مضاعفات لو أهملنا. يعني متلازمة القولون العصبي والقلق اللي بيحصل ده نتيجة الصيف؟ بيقولوا بيقولوا طيب. على كل ان احنا النهارده هنتعرف على ايه اللي المفروض نمشي عليه لتجنب اي مشكلات صحيه خاصه بالمعده في فصل الصيف كل هذه التفاصيل هنعرفها من ضيفنا دكتور محمد عز العرب استاذ الكبد والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد اللي منورنا صباح الخير عليك دكتور. يا دكتور صباح الخير يا استاذ محمد صباح الخير يا استاذ اهلا بك فندم في البدايه ايه هو الفيروس المعوي اللي ممكن ينتشر في هذا التوقيت شوف يعني الفيروس المعوي يعني تعرف فيروسات عموما يعني هي مجموعة يعني كائنات دقيقة جدا جدا أصغر من الميكروبات وهي مشكلة إنها عشان تستوطن جسم لازم تدخل خلية م. وبتتحكم في الخلية دي. الفيروسات المعوية بي يعني بيسموها هي أساسا بتيجي عن طريق الجهاز الهضمي ولكن من الممكن إنها بتسبب أعراض خارج الجهاز الهضمي م. يعني. هي بالإنجلش اسمها انتيروفايروس ها؟ فيه في مجموعات كبيرة جدا وسلالات كثيرة جدا جدا. وتنتمي لمجموعه اسمها الحمض الريبي. في ار ان اي وفي دي ان اي. الار ان اي المشاهدين زي الكورونا والحاجات دي والانفلونزا ويعني مجموعات من الفيروسات وفيروس اي وسي دي مجموعات الار ان اي. مشكله الار ان اي دي اللي هي من ضمنها الفيروسات المعويه انها متحوره شويه مم. وصعب ان انت يعني تلاقي علاج تخصصي لكن الحمد لله الفيروسات كبدية لقينا علاج تخصصي فيها. يعني. فهي الفيروسات المعويه اساسا بتصيب الجهاز الهضمي وبتدي اعراض ولكن تتدرج الخطوره من اعراض بسيطه يعني ممكن سخنيه سخنيه درجه بسيطه ولكن سخنيه لما تيجي للاطفال اقل من ثلاث شهور فوق 38 اخلي بالي من ثلاث شهور لست شهور فوق 39 اخلي بالي لا من كده فوق 40 اخلي بالي قوي. لو حصل في صعوبة بتبقى هي معاها سعال كحة يعني سيلان الأنف تعب في العضلات الحاجات دي كلها لو حصل في صعوبة في التنفس ولو حصل من ضمن مضاعفات ليها ودي خلى العالم كله يتنبه ليها نوع من الشلل بيجي في النخاع نفسه بيسموه أكيوت فلاسد مايليتيس بيصيب النخاع نفسه بيدي الشلل في, في العضلات معظم الحالات بتتحسن ما شلل دائم وده غير شلل الاطفال يعني شلل الاطفال برضه من مجموعات الفيروسات من دي. في النقطه دي يا دكتور يعني ايه علاقه ده اصلا بالصيف يعني ايه علاقه ال ال الدلب يعني لما بيحصل بالدرجه الحراره لما بتعلى شوف هم لقوا علاقه بين انتشار بعض الفيروسات وفصول السنه فالفيروسات المعويه اللي لقوها اكتر في الصيف والخريف مم. مش الربيع لا الصيف وليه والخريف وكان يعني الانتباه اكتر كان في امريكا يمكن حصل زي وباء لهذه الفيروسات خاصه في 2014 و2018. ويعني خلينا نقول احنا العالم كله بقى متخوف دلوقتي، يعني يعني بعد الكوفيد 19 وحكايه الوباء العالمي والكلام ده كله، اصبح مم. العالم دلوقتي بيخلي باله قوي من مساله الفيروسات، يعني مم. يعني دلوقتي اصبح العلاقة بين أجهزة الجسم والإصابة بفيروسات حتى لو بيجي في جزء أو عضو معين من الممكن يؤثر على الحالة العامة اللي ليه للجسم كله. فهنا الاتجاه للمنظمة الصحية العالمية والاتجاه العالمي كله إزاي نقدر نواجه أي خطر محتمل في أي م. جزء من العالم حضرتك عارف دلوقتي العالم كله زي قرية صغيرة ممكن دولة تصيب دولة أخرى مفتوح بقى على بعض بالضبط كده م. بس احنا في مصر عندنا بنواجه ده يعني بيجي لنا حالات شوف كتير مش مش بعيده يعني عايز اقول مم. بس كملحوظه ان احنا يعني الفيروسات المعويه دي اكتر من مليار نسمه سنويا على مستوى العالم بيصابوا مم. بيها فالفكره ان هو معظمها بيجي بسيط جدا جدا الغالبيه العظمى ما اي مضاعفات لكن مم. احنا قلنا الـ الـ نخلي بالنا من اهالينا والكلام ده لو لاحظوا خاصه بالسن الاقل من 16 سنه لو اعراض الجهاز التنفسي العلوي مم. وصاحبه اعراض الجهاز الهضمي اذا كان بقى اسهال ولو حصل لا قدر الله صعوبه في التنفس او مساله ضعف في العضلات لا هنا خلي بالي ولازم اوصل او اتجه ليه الاتجاه الطبي الصحيح للمختصين. مم. على فكره كان في اطفال الفتره اللي فاتت عندهم الاعراض ده هل بيبقى بسبب اكل مش كويس؟ ممتاز ممتاز مم. هو طبعا سبب العدوى حاجات كتير قوي يعني مم. سبب الرزاز يعني مم. من واحد مصاب او طفل مصاب للاخرين او ان انا لإن يعني الطفل ده كلب معلقه أو كلب طبق أو كوبايه شرب كوبايه وحد شرب مكانه دي م. كده أو اللعاب أو أي حاجه إفرازات الطفل ده جت على سطح معين وتاني حد تاني لمس كده فعشان كده بنقول إن احنا نتجنب دايما ونعلم أولادنا إزاي الصحه العامه وفي نقطه جدا هامه جدا جدا لو تسمحوا لي وتعلمناها من أيام كوفيد صراحه هي مسألة غسل الأيدي يعني فعلا عشان يعني ادي الوقايه المهمه او عن طريق الرصاص عرفنا يعني م. عندنا خبره دلوقتي لو الطفل عيان او واحد عيان حتى اللي ممكن يصيب الشباب ممكن حد كبير وعنده نقص في المناعه واحد بياخد لك كانسر واحد عنده نقص مناعه لاي سبب فنقول له خلي بالك لو سمحت لو في حد عيان ابعد عنه حتى لو كحه يعني انت عارفه يعني حتى من ايام كورونا ما اقدرش اقول ان دي كورونا او الناس برد او انفلونزا او يعني انواع كتير قوي احنا كورونا عودتنا برضو ان الاسطح ناخد بالنا منها من المساج بالزبط. بس بالزبط. احنا بقى دكاتره الاطفال يعني حتى ممكن شاذلي ي... يوافقني بي... بيقولوا لنا خلوهم ياخدوا مناعه تينا لو وقعت على الارض حطيها في بقه عادي ما نعمل ايه احنا دلوقتي؟ شوفي يا انا مش موافقه على فكره انا مش موافقه خالص بس يقول لك هو كده بياخد المناعه الطبيعيه شوفي يعني 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 عايز اقول لك صراحه احنا عندنا دلوقتي غير زمان يعني اختلاف نمط الحياه يعني انا وافق استاذ محمد بس الكلام ده من ايام من 20 سنه فاتت لكن دلوقتي اختلاف نمط الحياه اصبح دلوقتي انت عندك نمط السلوكي سواء في مساله يعني عشان اقول جهاز مناعي شغل كويس لازم ان انا انام بدري اعود ولادي انام بدري ودي يعني غالبا صعب قوي شويه مم. ان انا اقول له التغذيه السليمه سلطات الفاكهه الحاجات دي ابعد عن جانك فودز والحاجات دي كلها ممارسة الرياضه والله كان احنا اللي بايدينا موضوع الاكل ده يعني انا مثلا لو كل يوم بحط على السفره طبق سلطه في اي هم. اكل بالظبط اكيد مع الوقت هيتعود ان هو ياكل السلطه دي مهمه قوي يعني حضرتك يعني يعني احنا عموما سلوك الانسان كله بيتكون فين؟ خلال السن الصغير لكن مش هاجي بعد سنه سته او في اعدادي اقول له اتعود ده فعلا النشء الصغير ده هي اصول التربيه الصحيحه يعني يعني حتى الناس اللي هم بيسموه الهاي جرادويتد اللي هم الناس خبراء التربيه اللي هم ماخدين فوق الماجستير والدكتوراه فعلا بيعلموا اللي هم النشء الصغير يعني هو ده الاساس التربيه والتعليم صحيح ان انا اهتم بالناشئ الصغير لان هو ده الاساس طيب هل الموضوع ليه علاقه بضعف مثلا في جهاز المناعه خلال الفتره دي ده اساسي أمم. ده اساسي طب ده كده جهاز المناعه بيضعف قلنا بيضعف في الشتاء صح أيوه. بيضعف في الصيف كمان طبعا اه وفربيا. طبعا 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 <applause> يعني لما صدق يعني شوف حضرتك يا استاذ استاذ يعني انا عايز اقول العلامه الفارقه الحصف في العالم كله يعني قبل كده يعني حتى بالنسبه لمساله تخصص الحميات اصبح تخصص الحميات احنا كان اهملناه فتره وحتى يعني في بعض الدول لغت المستشفى محمد من ضمن العناب بعد وباء الكورونا والكوفيد بتاع اصبح تخصص الحميات رجعنا تاني واصبح فعلا الاهتمام بيه اكتر بشيء من التفصيل والحاجات م. لكن احنا دايما الوقايه خير من العلاج ما وصلش مرحله ان الفيروس يتمكن مني ويجي الاعراض والكلام ده لا يعني الحاجات اللي, بي... اللي احنا قلنا زي حضرتك تفضلتي مثلا في رزاز او في واحد عيان بيعطس ابعد عنه مسافه م. معينه ليه لا ما استخدمش ماسك ليه لا ان هذا الطفل او الشخص الكبير حتى اللي عنده ما يخرجش من البيت ساعتها لا انا 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 عن نفسي لسه بستخدم ماسك لما بتعب حوالين لو حد كبير في السن او طفل صغير بالظبط بالظبط يعني حرام عليا ان انا ابقى بعدي شخص يعني سواء كبير في السن فمناعته الجد مش قويه او في من الاطفال بالزبط. اساسا يعني بالزبط. من الاحفاد وكل طيب دكتور خلينا نتكلم عن موضوع تاني هو القولون العصبي اللي بالنسبه لناس كتيره قوي في فصل الصيف كابوس يعملوا ايه شوف يعني زي ما انت قلتيه عصبي يعني هو هو حاجه بيسموها يعني برين جات يعني حاجه مخ على ال... في اشارات عصبيه متبادله بين مم. بين الاثنين لو واحد هادي لو واحد عارف ياكل ايه لو واحد دا. تنظيم حتى يعني يعني شوف ابتداء من اعداد الطعام مم. اختيار الطعام طريقه المدغ المدغ نفسه الناحيه السيكولوجيه سيكولوجي يعني يعني واحد نعمل لسه <تبينيز> في حد بيقول لك <applause> في كتير <applause> كتير الحياه فعلا بالظبط اه انسحب بالزبط. على كل حاجه في حياتنا يعني رتم شوف الحياه بقينا بنعمل كل حاجه بسرعه الاكل يا محمد لازم احترمه الاكل ما احترم. فيهاش ان انا اكل وانا واقف بسرعه انا عندي ميعاد بالخمس ازاي ووجبه الغداء جاهزه اروح على طول واشرب شاي واشرب القهوه بتاعتي وكله على الواقف وتنشن وعصبيه وبعدين طب نعمل يا دكتور قول لنا يعني يمكن نسينا ما نعرفش قول لنا ايه اللي المفروض يحصل شوف يعني يعني بص حضرتك، يعني واحد يعني احنا كلنا مش زي بعض، والجهاز الهضمي كلنا مش زي بعض، وواحد عنده يعني احنا يعني عشان بنقول ان المعده بتفرغ الاكل يعني حوالي ساعتين، في ناس عندهم تفريغ الاكل من المعده بيقعد فتره اطول، في الناس زي مرض السكري، الناس عندهم اختلال في الكلى، الحاجات دي كلها، بيقعد الاكل في المعده فتره ايه؟ اطول. هنا كل واحد بنعمله التنظيم بتاعه يعني م. طريقة المدغ بقولك دي أساسية جدا يعني لازم أخلي الجهاز الهضمي تعرف حضرتك أكتر من 9 لتر يوميا عبارة عن إنزيمات إنزيمات هاضمة تفرز الجهاز الهضمي مجرد ان نشوف الاكل تبدا الانزيمات والحاجات اللي مساعده لمسات الهضم تبدا تشتغل مم. ان انا استطعم الاكل ده مهم جدا جدا مش زي إحنا نقول ناكل على طول لا استطعم الاكل وكان بجهز كل المجرى للطعام سواء المساله الهضم الجيد جدا في الامعاء ثم الامتصاص والاستفاده منه آه نبعد عن الحاجات الايه بنقول الحاجات هي بلق كميه كبيره في فتره قليله دي رقم مم. واحد لقينا في حاجات بتاثر يعني في في يعني بعض الشعوب بتتحمل مثلا الحاجات اللي هي سبايسي والشطه والحاجات دي كلها، لكن في ناس حساسين جدا، يعني لو في حاجه بسيطه بتعمل تهيج شديد قوي، مساله الكافيين وقطرها والكلام ده كله برضه بتؤدي لزياده حركيه بشكل غير طبيعي، العصبيه الزايده بتزود برضه الحركيه الكافيين بيعمل ايه معلش؟ نعم الكافيين بيعمل ايه؟ بيزود بيزود الحركيه بشكل كبير قوي، أوه. بيزود الحركيه يعني بتخلي الاضطرابات موجوده يعني بشكل كبير قوي أو قوي فانا عندي زي ما انت عارفه بنقول في كل امور حاجة في جهاز السمبتاوي وفي جهاز البرا سمبتاوي ها مم. في المفروض تعادليه بين ايه بين جهازين السمبتاوي اللي هو بيخليك عصبيه وبيخلي الانفعال ومواجهه الخطر والكلام ده البر سمبتاوي اللي هو بيخلي الواحد قلق فلازم مم. يكون في توازن لا ده يزيد قوي ولا ده ياثر على القولون يا فندم ياثر طبعا يأثر في الحركيه بيأثر في افرازات الجهاز الهضمي بشكل كبير طب هل كل واحد عنده مشاكل في الجهاز الهضمي او القولون العصبي ده نتيجه فيروس معوي؟ لا 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 طبعا دي حاجة لا بيو... لا لا طبعا مم. طبعا طبعا لأن في ال... ال... لو لقينا في سبب عضوي سواء مم. الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات أو الحاجات دي دي كاتيجوري دي حاجة تانية خالص وفي حاجة ما بلاقيش سبب يعني بنعمل له التحليل يعني خلينا عفوا في حاجات اسمها العلامات المنذرة مش أي واحد يعني واحد كبير في السن مثلا ها وبدأ يخس في الحمام بتاعه مش مظبوط وإسهالات أكتر من أسبوعين وفي آلام متكررة او الحاجات دي او في دم في في البراز او القولون العصبي ما ينفعش لو واحد فيه تاريخ اسري لكنسر في القولون والكلام ده وجات له اعراض لا ما ينفعش ان انا اقول لا كده لازم اخد كل حاجه بحرص واجب لازم الغي الاسباب العضويه من الاسباب للقولون العصبي مش عايز يعني اقول سوري يعني ان اي حاجه نقول دي شمعه وللاسف بتقابلنا حتى في عاداتنا كتير جدا بيجونا في مراحل للاسف شديد متاخره نتيجه بيحصل في انواع معينه حتى اضطرابات اللي احنا بنسميها التهاب القولون يعني سواء بقى كرونز او التهاب القولون التقرحي الحاجات دي كلها دي لازم تدخل فيها لان في نسبه منهم بالقدر لا لو سبناها باهمال ممكن تؤدي لمضاعفات بعد كده هل الارتجاع ليه علاقه بالكبد يعني هل المرضى اللي عندهم الارتجاع ارتجاع الحمض يعني بالظبط هل ده ال بيكون مسبب ليه الكبد بصي ارتجاع الحمض ده يعني اسبابه كثيره جدا جدا ولكن مم. ليس يعني كعلاقه مباشره بالنسبه لسواء التبات الكبديه او الكبد الدهني او الحاجات دي غالبا بنلاقي اسباب موضعيه يعني انت عارفه حضرتك المريء مع المعده في زي صمام او يعني زي سكس بلف كده بتنزل الاكل في المفروض تمنع الارتجاع ده احنا بينا بين الوجبات مفروض الصمام ده يكون مغلق يعني عن بعض الناس مفتوح شويه اسباب فتح اسباب كتيره قوي عدم انتظام حركيه ممكن يكون في فتح في الحجاب الحاجز ممكن زياده الحمضيه نفسها بتبقى كتير اهو بتحصل نوبات الارتجاع بشكل م... احنا كلنا بيحصل نوبات ارتجاع بس غير محسوسه حتى في فتره الليل لكن لو زادت النوبات بشكل معينه بتاثير معين ممكن تؤدي لدرجات التهابات نهايه المريء وانا عندنا التهابات نهايه المريء يعني ارجو من الساده المشاهدين يخلي بالنا يعني لو انا عملت منظار والدكتور قال انت عندك التهاب درجه في نهايه المريء درجه عندنا اربع درجات اي بي سي دي لو بي خلي بال اعمل برضو متابعه له لما يعني بنخاف من حاجة اسمها برت اللي هي تعتبر درجة متقدمة في نهاية مريء التهابات قد تؤدي لمضاعفات احنا مش عايزينها. فهنا يعني حضرتك احنا دايما بنقول ايه؟ كل واحد له التفصيلة بتاعته، مم. التفصيلة بتاعته سواء تنظيم الاكل سواء حتى الفحوص اللي هم بنطلبها. لما نيجي نقول لواحد اعمل لي منظار ما يخافش، يعني اقول له اعمل لي منظار بلاقي خوف يا بشكل عجيب، او حتى اقول منظار قولوني، طب مم. لا معلش سيبني. يعني بنلاقي حاجات لا قدر الله علامات معينه بنتوقع ان في لا قدر الله كانسر ويرفضه الرفض النهائي طب ازاي هنقدر نعالج يبقى خايف ده لازم نعمل آه. ناخد عينه وناخد فلازم الامور بتبقى ايه بتبقى لازم الوعي الصحي لازم نزوده لافراد المجتمع مم. يعني ارجوكم مع طبيب مختص النصايح الطبيب لازم تنفذ سواء حتى بتنظيم الاكل الجهاز المناعة بقى عموما لازم يبقى كويس الاحتياطات الوجبه حتى بالنسبه للسن المفروض نخلي بالنا طيب لو هنتكلم عن الجراثيم اللي بتصيب الامعاء طبعا ما فيش شكل أنه جرثومه المعده لما بتيجي لحد يعني بتهده زي ما بنقول كده وفجاه شكله بيتغير وبيخس و وحالته صحيه أصعب صعبه قوي اعتقد ان هي بتاخد فتره في العلاج ولو ما التزمش بالعلاج لفتره زمنيه محدده نرجع نعيد الموضوع من اوله او تفضل الجرثومه موجوده زي ما هي دي عايزه حلقه لوحدها يعني <applause> ده موضوع مهم قوي جرثومه لا يعني عايز, عايز بس ادي بايجاز شديد قوي الميكروب الحلزوني ده يعني ميكروب عصبي ملتوي شويه الميكروب ده منتشر يا استاذ محمد يعني 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 عايزين نقول في الدول المتقدمة يعني حوالي خمسين في المية دول النامية قد تصل لتسعين في المية وقبل حضرتك مش معنى وجود الميكروب الحلزوني أو الأجسام المضادة في الدم إن أنا أعالج هذا الشخص ولكن لو لقيت بعض السلالات منه اللي بيسموه فيرونت الفيرونت ده اللي هو اللي شرس م. لا أبدأ أعالجه وقبل حضرتك ومع وجود الأعراض فهنا بعرفه بكذا حاجة يا إما عن طريق تحليل الأنتيجين في البراز ده مهم قوي او, أو تحديد النفس او انا بعمل منظار باخد عينه او في تحليل معين بيسموه كاج وفاك ده تحليل معين بالنسبه للدم بيقول لي ان هذا الميكروب الحلزوني شرس فابدا ايه علاجه يعني وخلي اقول ان لو الدكتور قال اعالج فلازم يكون دكتور مختص احنا بنقابلنا كتير جدا حاجه اسمها مقاومه الميكروبات يا استاذ العالم كله داخل على مقاومة الميكروبات يعني استخدام السيء والعشوائي للمضادات الحيوية ده بيدي مقاومة الميكروبات حتى احنا لقينا عشان كده لو تلاقي في بعض الأمراض زي الدرن في بعض الأدوية ممنوع استخدام إلا للدرن انت تفهمني إزاي مش عايز أي حد جاري يقول لي خد علاج ده للميكروبات الحلزونية لا ما ينفعش لكن الموضوع ملوش علاقة بالصيف طيب وارتفاع درجة الحرارة هو يعني إلى حد ما ممكن يعني بيزيد شوية، لكن ممكن الزيادة حتى داخل الأسرة، يعني زوج مع زوجته والحاجات دي كلها، فلازم برضو نخلي على يعني بالنا من الحاجات وخلي فيه عادة كده يعني بنلاقي حتى في أهالينا في الريف أو الحاجات دي، الأطفال الصغيرة بيلحسوهم بيوم الأم تدوب الحاجة بقها وتديها للطفل، دي ممنوعة، ممنوعة نهيًا. آه بتحصل، بتحصل، لا بتحصل بتحصل وهم بيلحسوا فاحنا <تصفح> عايزين في بعض يعني نخلي بالنا بالحاجات الصغيره يعني لازم تكون عارفه المجتمع ايه والعادات السيئه ايه ونبدا نقاومها. <تصفح> يعني دكتور محمد احنا بنشكرك على وجودك معانا وعلى طب. المعلومات دي يعني اعتقد ان انا وشازلي كل واحد فينا عنده سؤال كده كان حضرتك جاوبتنا عليه. واكيد اكيد احنا مكملين كلام عن الموضوع ده في خلال فصل الصيف واكيد حضرتك هتبقى منورنا اكتر يخلي. من مره شكرا. كل الشكر ليك دكتور فيه. محمد عز العرب استاذ الكبد والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد نورتنا يا دكتور شكرا جزيلا يا لا, لا شادينا نروح لفصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي الفقره نادي الاتحاد السكندري تعادل مع نادي الاسماعيلي في المباراه اللي جمعتهم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجوله التسعه عشر من عمر مسابقه الدوري المصري بالتعادل ده وصل الاتحاد لنقطه تسعه وعشرين في المركز الرابع بينما وصل الاسماعيلي لنقطه تسعه عشر في المركز ال عشر كمان اتعادل فريق الداخلية مع فريق مودرن فيوتشر بنتيجة واحد واحد في المباراة اللي أقيمت بينهم على استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع 19 من مسابقة الدوري المصري وبالنتيجة دي ارتفع رصيد الدخلية ل 11 نقطة في المركز الأخير بالمسابقة بينما رفع فيوتشر رصيده ل 25 نقطة في المركز السادس فريق زد حقق فوز كبير على الجونة بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت بينهم باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز وبالفوز ده ارتفع رصيد زد أف سي 30 نقطة تقدم بها إلى المركز الثاني وتجمد رصيد فريق الجونة عند خمسة وعشرين نقطة في المركز السابع فريق رجال الكره الطايره بالنادي الاهلي فاز على فريق النصر الليبي بنتيجه 3-0 في اطار نصف نهائي بطوله افريقيا واللي بيستضيفها النادي الاهلي على صاله الملك عبد الله الفيصل ليتاهل الى النهائي الانجليزي جود بيلينغهام لاعب فريق ريال مدريد الاسباني ومنتخب انجلترا فاز بجائزه لوريس العالميه لافضل اكتشاف في عام 2024 وفريق روما خسر امام فريق بولونيا بنتيجه 3-1 في المباراه اللي اقيمت بينهم على ملعب الاولمبيكو ضمن مباريات الجوله 33 من منافسات الدوري الايطالي لكره القدم الكاتشيو وبالنتيجه دي روما في المركز الخامس برصيد 55 نقطه بينما عزز بولونيا مكانه في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 62 نقطه فريق انتر ميلان توج بلقب الدوري الايطالي للموسم الحالي بعد ما فاز على فريق اي سي ميلان بنتيجه 2-1 في المباراه اللي اقيمت على ملعب سانسيرو ضمن منافسات الجوله 33 من بطوله الكاتشيو بالنتيجة دي تصدر فريق انتر ميلان ترتيب الدوري الايطالي برصيد 86 نقطه اللي حسم بيهم اللعب لصالحه بفارق 17 نقطه على فريق اي سي ميلان اللي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 69 نقطه كده خلصت نشرتنا الرياضيه وهنعود مره ثانيه لبسنت شازلي ومتابعه فقره صباح الخير يا مصر شكرا لك يا هلا طبعا احنا دلوقتي معانا موضوع مهم وخبر ايجابي ممكن نبني عليه مستقبلا الساعه السكانيه كشفت عن وصول عدد سكان مصر بالداخل ل 106 مليون و250 الف نسمه بزياده حوالي 250 الف نسمه خلال 72 يوم ده مؤشر على تراجع الزياده السكانيه نتيجه طبعا الجهود والمبادرات اللي قامت بيها الدوله في السنين الاخيره زي الاستراتيجيه الوطنيه التنمويه وايضا مشروع تنميه الاسره المصريه واللي كان الهدف منه هو التصدي للنمو السكاني المتسارع خلونا نتكلم عن الرقم ده بالتحديد 106 مليون اسباب التراجع ايه وتاثير استراتيجيه السكان اللي تم اطلاقها من قبل الرئيس العام الماضي بنرحب في فقرتنا النهارده بالدكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء اهلا وسهلا يا فندم نورتنا اهلا بك واهلا وسهلا يعني نعرف من حضرتك اسباب التراجع ايه ويعني التاثير الايجابي ده هيعود ازاي علينا يعني الحقيقه عشان نبص للزياده اللي حصلت دي والمتناقصه لازم نبص لسنه كامله بشكل واضح احنا لو خدنا ماذا حدث في سنه 23 اللي هي انتهت في م. احنا سنه 23 عدد المواليد انخفض بحوالي 149 الف مولود فالمعنى كده انه في تناقص في عدد المواليد خلال الفتره اللي فاتت مم. ده معناه ايه لو خدنا الزياده الطبيعيه اللي بتتم اللي هي الفرق بين المواليد والوفيات هنلاقي انه وفقا لهذه البيانات معدل الزياده الطبيعيه انخفض الى 1.4% ده معناها انه احنا لاول مره لفتره طويله جدا المعدلات الزياده الطبيعيه بتنخفض والحقيقه ما فيش فرق بين معدل الزياده الطبيعيه ومعدل النمو لانه احنا ما عندناش هجره دايما الهجره بتاعتنا دايما هجره لفتره زمنيه ثم العوده تاني للوطن فبالتالي لو قلنا سبب الزياده الاساسي او سبب تراجع الزياده هنقول انه انخفاض اعداد المواليد اللي تمت والحقيقه يعني عدد المواليد هو مرتبط بمستوى الانجاب ومستوى الانجاب يعني هو المحدد الرئيسي لمستوى النمو السكاني خلال الفتره اللي فاتت ديت زي ما حضرتك اشرتي في سبتمبر عشرين تلاتة وعشرين اطلقت الاستراتيجيه الوطنيه للسكان والتنميه اللي هي ثلاثه وعشرين ثلاثين الهدف بتاعها كان ايه الاساسي هو تخفيض مستوى الانجاب الى ما يسمى مستوى الاحلال اللي هو اتنين واحد من عشره طفل لكل سيده م. وبالتالي هذه الاستراتيجيه تم تحويلها إلى خطة تنفيذية تشاركية قائمة على إنه تحديد أدوار محددة لكل جهات المشاركة في يعني التعامل مع القضية السكانية مش مشكلة جهة واحدة ده مشكلة مجتمع سواء حكومة أو مجتمع م. مدني أو قطاع خاص الكل بيشارك في هذه العملية بشكل كامل وبالتالي تم تحويل هذه الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية هذه الخطه التنفيذيه بتشتغل على محاور متعدده، ولو بصينا ايه محاور الخطه الاستراتيجيه هلاقي في محور هي الحقيقه قايمه على توازن بين تقديم الخدمه اللي هي ضمان الحقوق الانجابيه م. والاستثمار في الثروه البشريه، الاستثمار في الثروه البشريه بمعنى التعليم، الصحه، دعم مكانه المراه، كل دي استثمار أساسي يؤدي إلى تغيير كثير من المفاهيم اللي حيترتب عليها تغيير السلوك الإنجابي أوه. يعني الميزة دلوقتي إن إحنا بنشتغل بالتوازي على البعدين إن أنا أقلل النمو وأرتقي بالخصائص السكانية عظيم جدا. وده بالضبط هو هدف مشروع تنمية الأسرة المصرية إن أنا عايز أرشد النمو السكاني ولكن بالاعتماد اساسا على الارتقاء بخصائص الاسره وبالتالي يصبح يعني هناك تفكير عقلاني رشيد ان كل طفل يجي اذا كنت اقدر اوفر له المعيشه السليمه والرعايه الكامله صحيح طيب أه لما نيجي نضرب مثال بمحافظه من محافظات مصر اللي انخفض فيها نسبه المواليد بشكل كبير جدا من 2014 ل 23 يعني بنتكلم في حوالي 10 سنين محافظه المنوفيه كان المواليد في 2014 وصلوا ل 98% دلوقتي وصلوا لكام 66% اعتقد ان ألف عفوا وصلنا لنص الرقم وده مثال دي محافظه من ضمن المحافظات هل عندكم مثلا احصائيه بعدد السكان كل محافظه ايه اكبر محافظه نزل عدد سكانها خلال الفتره اللي فاتت لا هو بس ما فيش سكان بينزلوا هو عدد المواليد اصلا عدد المواليد هو اللي بيتناقص يعني <applause> وعدد المواليد احنا نقدر نبص له بشكل احسن من مستوى الانجاب اللي احنا بنسميه معدل الانجاب قد ايه؟ احنا احسن محافظه عندنا في مستوى الانجاب هي بورسعيد. مستوى الانجاب في بورسعيد 1.8 اللي هو يقترب تقريبا من مستوى الانجاب في الدول المتقدمه. لو خدنا المنوفيه اللي حضرتك بتقول عليها احنا لو بصينا للبيانات والجهاز المركزي عمل مسح صح الأسرة المصريه في عشرين واحد وعشرين المسح بين ان هناك انخفاض في مستوى الانجاب على المستوى الاجمالي نزل من ثلاثه طفل لكل سيده في 2014 الى 285 خمسه من ميه طفل لكل سيده في عشرين في سنه عشرين معنى كده ان احنا خلال الفتره ديت من 14 الى عشرين جهود الدولة نجحت في تخفيض مستويات الإنجاب مش بس كده البيانات أيضا المتوفرة لدى الجهاز بيّنت أنه من بعد عشرين أيضا مستوى الإنجاب انخفض إلى 2.8 في 21 ثم إلى 2.76 في 22 <applause> معنى كده أنه الانخفاض في مستوى الإنجاب مستمر والأمل أنه هذا التوجه يبقى مستدام بحيث أن احنا ننجح في هذه العملية المحافظات بتختلف بحسب مستويات الانجاب زي ما هم. قلنا احسن محافظه بور سعيد. في مستوى الانجاب هي بورسعيد لو بصينا للمنوفيه هنلاقي المنوفيه كانت ثلاثة انخفضت الى 2.6 وسته امم فده انخفاض يعني ملموس حوالي طفل تقريبا في الاسره بدل ما كانوا بيخلفوا ثلاثة اطفال ونص لكل سيده هم. اصبح اثنين ونص دلوقتي يعني قرب طفل انخفاض طب ليه احنا ما انخفضناش بشكل اكبر؟ لانه ما زال عندنا بعض المحافظات اللي مستوى الانجاب فيها مرتفع زي مثلا زي محافظات وجه ابلي عموما هناخد اسيوط سوهاج المنيا هلاقي مثلا انه في اسيوط ثلاثة من عشرة انخفضت صحيح بدل ما كانت 4.2 بقت ثلاثة من عشرة لكن ما زالت محافظات الصعيد أعلى في مستويات الإنجاب عن بج بحري وعن المحافظات وهي أهمية الحضرية. الاحصائيات دي يا فندم انه الدوله تبتدي تكثف من بالزبط. الوجود لا ويبقى في, في خطط سكانيه مم. تتناسب للتواعي. مع مم. الوضع السكاني لكل محافظه يعني انا احنا بنحط استراتيجيه شامله للجمهوريه مم. لكن عندما يتم تنفيذها هذه الخطط يجب ان تطوع للوضع السكاني في كل محافظه وبالتالي انا ما اقدرش اتعامل مع بورسعيد زي ما بتعامل مع اسيوط الخطه السكانيه لها تختلف بحسب الوضع السكاني وهكذا فاحنا عندنا تباين كبير في مستوى الانجاب في المحافظات وبالتالي يجب ايضا ان تختلف مستويات التعامل مع الوضع السكاني. طيب انا عايزه اسال حضرتك سؤال الـ الـ الطفل الاول او ثقافه الطفل الاول في كل اسره، هل النهارده لسه ثقافه انه اول ما تجوز اخلف على طول موجوده ولا ولا لا يعني اتاخرت شويه؟ الفرق ما بين الطفل الاول والثاني كمان بقت قد ايه؟ هل انا الطفل الاول جبته وأجيب الثاني على طول؟ الثقافه دي بقت عامله ازاي دلوقتي؟ بص حضرتك في مسح المسح الصحي للاسره المصريه احنا آه خدنا عجينه من الشباب وسالناهم بعض الاسئله عشان نبين اتجاهات الشباب كمان لانه دي الاهم دول اللي هيبقوا هم اللي بيكونوا الاسر وبالتالي م. هم اللي هيحددوا مستوى الانجاب. آه كان احد الاسئله اللي احنا سالناهم آه هل هم يعني يرغبوا في ممارسه تنظيم الاسره قبل الطفل الاول يعني معناه يأخروا الطفل الاول ولا لا؟ م. لسه لا المجتمع ما تغيرش من هذه الزاويه 18% فقط هم اللي قالوا انهم عندهم استعداد فمعنى كده انه هذه النسبه قليله احنا لازم نشتغل على يعني توسيع الفتره او اطاله الفتره بين الزواج وبين انجاب الطفل الاول اولا لانه اضمن انه الاسره دي مستقره اضمن انه خلاص حياتهم اترتبت مع بعضها وبالتالي عندما ياتي الطفل الاول يكون الاسره مهيئه لتوفير الرعايه ليه آه ده, ده الهدف منه هو الحفاظ على كيان الاسره الحفاظ على كيان الاسره بالظبط النقطه الثانيه المهم جدا انه سالنا الشباب طبعا متوسط عدد الاطفال اللي هم يجيبوا قد ايه لقينا فعلا احنا قلنا 2.85 ده على المستوى الفعلي على المستوى الاجمالي لا بالنسبه للذكور الشباب الذكور 2.7 فمعنى كده انه في اتجاه للتراجع ايضا في مستوى الانجاب الاحسن بقى انه لما سالنا الاناث كان مم. المتوسط المتوسط 2.4 من عشرة فمعنى كده انه يعني طبعا الستات باعتبارهم هم اللي بيتعبوا في هذه العمليه هم عايزين يخلفوا عدد اقل في هذه الحاله لكن معناها انه في اتجاهات ايجابيه يجب ان احنا نبني عليها بحيث ان احنا فعلا الدوله في النهايه تخش في مرحله التقاط الانفاس امتى بقى يعني بهذه الوتيره امتى نصل لهذه المرحله احنا يعني ممكن نصل الى هذه المرحله اذا نجحنا في ان احنا نحقق الهدف اللي تبنيته الاستراتيجيه اللي, اللي هو طفلين لكل اسره في سنه 30 الحقيقه برضو عشان نشوف الوضع ده هيتحقق ازاي احنا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عمل دراسه مهمه جدا اللي هي التوجهات الاسقاطات السكانيه او اتجاهات السكان المستقبليه لمصر في من 22 ل 72، يعني خدنا 50 سنة كده نشوف لو استمر الوضع بالشكل ده أو لو اتغير الوضع هيبقى وضع السكان إيه؟ والحقيقة النتيجة آه النتائج مهمة جدًا. آه لو خدنا آه النتائج اللي انتهت إليها هذه الدراسة، هنلاقي مثلًا إن إحنا الدراسة قالت لنا إنه آه إحنا حطينا مجموعة من الفروض إنه لو انخفض مستوى الإنجاب فعلًا إلى 2 في سنة 32 او في اثنين في سنه 42 او في اثنين لسنه 52 <applause> ثم قلنا ناخد فرض بقى طب لو استمر معدل الانجاب زي ما هو في سنه 22 <applause> هيبقى الوضع ايه؟ عشان يبين الفروق لقينا انه لو انخفض في سنه مستوى الانجاب الاثنين في سنه 30 او في سنه 32 هنوصل الى 117 مليون <applause> لكن لو سبت الانجاب على مستواه في سنه 22 هنوصل ل 120 ففرق هنا 3 مليون طبعا الفرق ده صغير لانه الفتره الزمنيه قصيره لو خدنا بقى طب <applause> سنه 50 هنبقى ايه؟ لقينا انه في 32 في سنه 50 هنبقى 141 مليون و في 52 لو فضل الانجاب زي ما هو هنبقى 161 مليون الفرق كبير لأن المده الزمنيه أطول جدا. م. طب نشوف 72 اللي هي بعد 50 سنة هنبقى إيه؟ لقينا إن إحنا هنوصل أو الفرق هيتراوح ما بين 150 مليون إلى 204 مليون. 54 مليون. 54 مليون. م. فمعنى كده إنه إحنا عندنا فرصة إيجابية جدا إن إحنا لو رشدنا معدل النمو السكاني الزيادة السكانية هتبقى متناقصة تستطيع الدولة أنها يعني تعمل ما يسمى بالوفرات نتيجة للعائد الديموغرافي أنه الوفرات دي تستطيع أن توظفها الدولة بقى في الارتقاء بمستوى التعليم الارتقاء بالحالة الصحية توفير الرعاية الاجتماعية والثقافية المناسبة تهيئة الجيل الجديد للدخول في سوق العمل م. وبالتالي تستطيع الدولة أن ترتقي بمستوى الإنتاجية، كل هذه الحاجات هتترتب على إن أنا مش هقلل النمو س... مش هقلل عدد السكان إنما هرشد النمو السكاني. <تصفيق> <تصفيق> طيب عايزة أعرف لو الجهاز عنده خطة أو عنده فكرة أو دراسة عن سبب التأثير الإيجابي في المواطنين في أن هم ينظموا الأسرة كان إيه؟ هل هو حملات اتنين كفاية مثلا أو حملات تنظيم الأسرة الإعلام كان ليه دور ازاي نقدر نوصل لعدد اكبر من من المواطنين عشان نعرفهم أهم نعرفهم اهميه تنظيم الاسره وانه العدد الكبير حاجه بتضر بكيان الاسره نفسه التاثير الايجابي ده كان سببه ايه لو كان لو في دراسه اتعملت تعرفنا ايه السبب هو الدراسات المختلفه اللي اتعملت واهمها مسح صحه الاسره بين انه في علاقه قويه جدا بين مثلا مستوى الانجاب والتعليم <applause> يعني بالنسبة لي كل ما زاد مستوى التعليم كل ما قل مستوى الإنجاب ده مؤشر إلى أنه طبعا الـ يعني الـ الست المتعلمة بتفكر بعقلانية أكتر وهكذا في هذه العملية النقطة الثانية أيضا عمالة المرأة الست اللي بتعمل إنجابها أقل من الست اللي ما بتعملش وبالتالي يعني في هناك يعني عوامل واضحه مرتبطه بكده، لكن كل دوت ايضا مهم جدا زي ما قلنا انه يبقى فيه توعيه كامله لنقل المعلومه للاسره نفسها. اعطاء الاسره يعني فكره واضحه عن تاثيرات النمو السكاني المتزايد او المتسارع على استفاده الاسره من عائد التنميه. احنا عمالين نعمل مشروعات تنمويه كبيره جدا ولكن في نفس الوقت الزياده السكانيه يعني متوازيه معاها وبالتالي يعني يدوب التنميه بتستجيب لاحتياجات الزياده صحيح كل دي العوامل الايجابيه دي هي اللي بتؤدي الى هذه العمليه وعشان كده الاستراتيجيه اتكلمت على المحورين م. ان انا الاستثمار في الثروه البشريه اللي هي التعليم والصحه والعماله دعم مكانه المراه احنا الى الان حسب نتائج المسح صحه الاسره الاخير 17% فقط من النساء في قوه العمل م. بينما لو بصينا للتعليم نلاقي ان هم تقريبا 48% ففي توازن بين الذكور والاناث في التعليم ولكن عندما نصل الى سوق العمل نلاقي تراجع كبير جدا في نسبه الاناث في سوق العمل طب ما ده معناها ان كل الاستثمارات في اللي انا عملتها حتى سن صغير ولا سن كبير شويه حتى في سن صغير للنساء ولا في سن كبير كله شويه في الدبل يعني معنى كده ان الاستثمارات اللي انا عملتها في التعليم لم تنعكس على القوى العامله وزياده القدره مم. الاقتصاديه مم. للمجتمع. حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا فكره انه كل ما زاد عدد السكان فالدوله مطالبه بان هي تنشئ مدارس جديده مثلا. بالزبط. في حين ان ممكن المبالغ دي تخصص لاوجه انفاق اخرى او لتحسين جوده التعليم او او الى اخره، وكذلك الامر في المستشفيات وفي غيره وفي غيره من الامور. لما نتكلم عن مبادره اتنين كفايه، هل في احصائيه احنا وصلنا لحد فين في هذه المبادره؟ نسبة استجابة الناس لهذه المبادرة هل في مثلاً تغير في وجه إبلي عن يعني وجه بحري؟ لا أنا ما عنديش بيانات محددة في هذا مم. المجال طبعاً لأنه هي اتنين كفاية كمان مرتبطة بوزارة يعني التضامن أكثر وزارة التضامن أكتر في هذا المجال بس أعتقد إنه أرقام المواليد في محافظات بتبين بشيء أو بآخر مثلاً رأيه. تأثير هذه المبادرة هذه الحملة وطبعاً يعني كل الجهود يعني النقطة الأساسية دلوقتي أنه في تكامل في الجهود اللي بيتم القيام بها من أجهزة الدولة المختلفة وهذا التكامل هو اللي بي يعني بيعظم العائد من هذه العملية فإحنا عندنا مشروعات اتنين يعني وزارة التضامن أيضا مشروع اتنين كفاية أيضا مشروع مودة اللي هو أيضا بيساهم في استقرار ودعم الأسرة المصرية قايمة بمشروعات يعني بتتناول الجيل الجديد أو الشباب بحيث أنه هو يخش فيه أو يعني عندما يتزوج يبقى مدرك للنقطة اللي حضرتك أشرت ليها مسألة أن أنا ليه أستعجل أنا أخر طبعا في ضغوط اجتماعية ضغوط اجتماعية أنه كل أسرة بتتعرض إمتى بقى هنسمع أخبار كويسة إمتى مش عارف إيه مشكلة على فكرة دي مشكلة في الثقافة يعني امتى هنفرح بيكوا امتى فرحنا بيهم طب العيل الاول طب الثاني ف جامده يعني. لازم اقدر انقل للجيل الجديد او للاسر الجديده انه بصرف النظر عن الخلفيه الثقافيه مم. ازاي يقدروا يتعاملوا مع الفكر الجديد كل الشكر لحضرتك شرفتنا ونورتنا دكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء الف شكر الله يخليك اهلا وسهلا مشاهدينا دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز لاهم مؤخر الانباء مع هاله تفضلي يا هاله شكرا بسنت التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم <applause> تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي مانويل ماكرون تناولا العلاقات الثنائيه والقضايا الاقليميه واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الاتصال بحث تطورات الاوضاع في قطاع غزه حيث اتفق الرئيسان على ضروره التوصل الى تسويه عادله وشامله للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، وخلال اتصال هاتفي اخر اكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز وجود حاجة ماسة وعاجلة لانهاء حالة التحفز الراهنة لاستعادة السلم والامن بالمنطقة. أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين اسرائيليين على راسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحمل مزاعم وادعاءات باطله حول وجود عمليات تهريب للأسلحه والمتفجرات والذخائر ومكوناتها الى قطاع غزه من الاراضي المصريه بعده طرق ومنها انفاق زعمت هذه التصريحات وجودها على جانبي الحدود واوضح رشوان في بيان ان هذه الادعاءات الكاذبه لا تخدم معاهده السلام التي تحترمها مصر مطالبا الجانب الاسرائيلي بالتوقف عن اطلاق التصريحات التي من شانها توتير العلاقات الثنائيه في ظل الاوضاع الحاليه ولفت رشوان الى ان مصر ستظل تواصل دورها الايجابي الطبيعي من اجل حل كافه مشكله المنطقه مضيفا ان هذه الادعاءات الكاذبه لن تنجح في اثناء مصر عن القيام بمسؤولياتها الداخليه والاقليميه والدوليه ادانت وزاره الخارجيه الانتهاكات الاسرائيليه المتكرره لاحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني في قطاع غزه والتي تطال المدنيين العزل والنازحين والاطقم الطبيه وفي بيان لها طلبت وزاره الخارجيه باجراء التحقيقات اللازمه للمساءله ومحاسبه مرتكبي واقعة المقبره الجماعيه للفلسطينيين المدنيين باحد المجمعات الطبيه بخان يونس جنوب قطاع غزه هذا واكدت الوزاره ان ما تشهده الضفه الغربيه من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الاسابيع الماضيه لا يقل خطوره ويزيد من تفاقم الازمه ويهدد بتفجر الاوضاع في كامل الاراضي الفلسطينيه المحتله أفادت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و59 مصابا خلال ال 24 ساعة الماضية وأظهر التقرير الإحصائي اليومي للسلطات الصحية في غزة في اليوم المئتين من العدوان على غزة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34183 شهيداً و77143 مصابا منذ السابع من اكتوبر الماضي هذا وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي قصفها العنيف على احياء الزيتون والشجاعيه وتفاح شرق مدينه غزه استشهد فلسطيني واصيب اثنان فجر اليوم برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مدينه اريحه الواقعه شرق الضفه الغربيه المحتله وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيمي عقبه جبر وعين السلطان جنوب وشمال مدينه اريحه وقريه الديوك الفوقه وعده احياء في المدينه واندلعت مواجهات واشتباكات متفرقه بين قوات الاحتلال ومجموعات من السكان. وسط دعوات عبر مكبرات المساجد للتصدي لعمليات الاقتحام الاسرائيليه للمخيمين وافادت مصادر امنيه باعتقال قوات الاحتلال لعضو من حركه فتح من مخيم عين السلطان تبادلت اسرائيل وحزب الله اللبناني القصف المدفعي على طول الحدود، واعلن الجيش الاسرائيلي قصف بنى تحتيه عسكريه لحزب الله في منطقه يارون جنوبي لبنان، من جانبه اعلن حزب الله انه تم استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في منطقه لمطله، وتم تحقيق اصابات مباشره، كما اعلن حزب الله انه اسقط طائره اسرائيليه مسيره كانت في مهمه قتاليه في جنوب لبنان. وصف وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان العقوبات التي اعلنها الاتحاد الاوروبي على طهران في اعقاب هجومها على اسرائيل بالمؤسفه، وقال امير عبد اللهيان على موقع اكس للتواصل الاجتماعي ان بلاده كانت تمارس حقها في الدفاع عن نفسها، وطالب الاتحاد بفرض عقوبات على اسرائيل بدلا من بلاده. هذا واتفق وزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي امس من حيث المبدا على توسيع نطاق العقوبات على ايران من خلال الموافقه على تمديد الاجراءات التقييديه على صادرات طهران من الطائرات المسيره والصواريخ أقر البرلمان البريطاني قانوناً مثيراً للجدل يتيح للحكومة ترحيل طالبي لجوء إلى رواندا كانوا قد وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية. وكان نواب البرلمان البريطاني قد رفضوا في وقت سابق التعديل الثاني لمشروع قانون رواندا الذي قدمه مجلس اللوردات الاسبوع الماضي، والذي كان من شأنه ان يشمل اعفاء المواطنين الافغان وغيرهم ممن ساعدوا القوات البريطانيه في الخارج، حيث صوت نحو 305 نايبين لصالح الغاء التعديل، فيما صوت 234 نائبا لصالح الابقاء عليه. انتهى موجز التاسعه وعوده لاستقبال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل زي ما تكلمنا في بداية الحلقة في مداخلة دكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية عن أن النهاردة 23 إبريل العالم بيحتفل باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف وده تاريخ رمزي في عالم الأدب العالمي لأنه بيصادف ذكرى وفاة عدد من الأدباء المرموقين زي طبعا كبير قوي العظيم ويليام شكسبير وكمان ميجل دي سيرفانتس عشان كده كان من الطبيعي ان تخصص اليونسكو يوم 23 ابريل لابراز مكانه المؤلفين واهميه الكتب على الصعيد العالمي مفيش شك ان هي صناعه صناعه الكتب دي صناعه مهمه جدا جدا وبتؤثر واطراف عديده سواء في دعم المؤلف او زياده عدد القراء الكتاب وحقوق المؤلف بيواجهوا العديد من التحديات في هذا العصر، كل هذه التفاصيل هيكلمنا عنها دلوقتي ضيفنا الكاتب الصحفي الاستاذ وائل السمري اللي منورنا في صباح الخير يا مصر يا استاذ وائل صباح الخير عليك. <تصفيق> <تصفيق> صباح الخير يا استاذ محمد صباح الخير يا استاذ بسنت وصباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين وان شاء الله يعني احتفال جميل باليوم العالمي للكتاب ويكون مثمر ويكون دافع للامام في مزيد من الثقافه. طيب <applause> آه لو هنتكلم في البدايه عن اهميه الاحتفال بهذا اليوم. أنا وجهة نظري إن الكتاب هو قيمة في حد ذاته. ففكرة الاحتفاء بالكتاب هو يعني احتفاء بالقيمة التي يبثها هذا الكتاب. الأمم المتحدة دايما بترعى بعض القيم الاجتماعية والقيم الإنسانية والقيم الثقافية بشكل كبير بإنها بتخصص لها يوم محدد في كل سنة. اليوم ده بنشوف إن هو يوم ينتفض العالم كله من اجل رعايه هذه القيم فبنشوف مثلا اليوم العالمي للاب اليوم العالمي للام اليوم العالمي للكتاب اليوم لو العالمي لو للمراه يوم ده, ده. <applause> هو موجود في كل الايام يعني. فهكذا بنقدر نخلد هذه القيم في الاذهان ونقدر كل فتره نسال نفسنا ماذا سنقدم جديدا لرعايه هذه القيمه والحفاظ عليها أظن إن التحديات كبيرة جدا فيما يتعلق بالكتاب في هذا التوقيت بالذات لأن إحنا عندنا مجتمع بيتغير بشكل كبير عندنا طرق استهلاك بتتغير بشكل كبير عندنا تحديات كبيرة جدا جدا في السلوك الإنساني اليومي المعتاد بيتغير عندنا كمان الميديا اللي احنا متعودين عليها ان احنا او الوسيط اللي بينقل لنا الاشياء بيتغير في كل الحاجات، احنا هم. دلوقتي احنا آه معظم حاجاتنا بنجيبها دليفري معظم آه 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 حاجات الكورسات بناخدها اونلاين وهكذا، فالوسائط بتتغير، فالتحديات كبيره والمفروض يحصل عشان نواكب هذه التحديات ونقدر ان احنا نفضل طول الوقت محافظين على هذه القيمه كبيره جدا جدا يعني احنا هنتكلم عن التحديات دي كلها بالتفصيل لكن انا عايزه اتكلم عن التحديات اللي بتقابل يمكن دور النشر طيب. يعني النهارده بقى في دايما بدايل للكتب الورقيه ويعني بقى بتتباع في متاجر اونلاين ناس كثيره بقى بتستسهل فكره ان انا اقرا أه الكتاب على التاب او على الايباد أه انا في وجهه نظري انه مفيش حاجه بتضاهي فكره الورقه ان انا بقى اقرا كتاب واعلم عليه او اتني الورقه عشان اعرف انا وقفت فين والحاجات دي كلها في وجهه نظري انا يعني. لكن في جيل اجدد موجود ما عندوش الثقافه دي بقت كل حاجه بالنسبه له متاحه على الايباد بتاعه فعايز النهارده انه يقرا الكتاب ده من السكرين اللي هو ماسكها، فالتحديات اللي بتقابل دور النشر دي النهارده ايه وبيعملوا ايه عشان يواكبوا التطور اللي بيحصل. بس خليني اقول لك هو التحدي قادم قادم، م. يعني عشان نبقى متفقين، فكره ان انا احاول اعمل صوبه زجاجيه عشان احافظ على طريقه صناعه قديمه م. بشكل ما هتبقى قديمه وهتبقى مستهلكه وتستنفذ كل يعني مرات الرسوب اللي احنا هنحاول نضعها <applause> آه ففكره الصاب الزجاجيه دي لا تصلح خدي بالك يعني في القرن ال18 كان في برضه نفس الازمه دي هل احنا هنحافظ على الكتاب هندخل المطبعه ولا هنحافظ على النساخ <تصفيق> <تصفيق> كان في برضه نفس التحدي ده المطبعه انتصرت في الاخر تمام وكان وكان في اجراءات حمايه كبيره جدا لدرجه ان كان في فتاوى بتصدر من الشيوخ ان احنا لازم نحافظ على النساخ لانهم بيثابوا على هذا العمل وهذا الثواب ونقطع الثواب لما نستخدم المطبعه وده ساهم في تاخر الحضارة الحقبة العربية دي كلها أو المنطقة دي سنين لأن ده كانت المطبعة كانت صدرت قبل كده اشتغلت قبل كده بثلاث أربع قرون تمام ف. هذا التحدي قائم قائم وطول الوقت هن هنعملها انا شايف ان مفهوم دار النشر لازم يتغير دار النشر مش مطبعه دار النشر هي مؤسسه بترعى وتدعم وتروج وتقيم وتعدل ان ارادت احنا مفهوم دار النشر هنا مش بس واحد بيالف وائل السمر بيالف كتاب فيروح يديه لدار النشر فدار النشر تروح حطاه ما بين غلافين وتنزله السوق لا دار النشر المفروض بس تختار بس حتى حتى الماركتنج اللي كان بيتعمل او الترويج اللي كان بيتعمل النهارده كان المكالمه اللي كان كانت معانا من شويه كان الدكتور بيقول انه النهارده في اونلاين بودكاست بتتعمل يعني طبعا. حتى الحاجه اللي كنا بننبسط بيها قوي ان احنا نروح للمؤلف ويمضلنا على الكتاب دي كمان هتبتدي ما تبقاش موجوده ده هيفضل موجود بشكل ما او هيفضل موجود على نطاقات اديه لان احنا لحد دلوقتي لو, تتق... لو يعني تركزي في الموضوع هتلاقي احنا الى الان بنسمع الراديو في العربيه م. الى الان بنتفرج على التلفزيون صحيح وبنتفرج على المنصات. انا شايف ان الوسائل الجديده في تقديم الكتاب وسائل مهمه وانا يعني ككاتب هبقى منحاز طبيعي للكتاب م. لكن انا كمثقف وكواحد راصد للتغيرات الاجتماعيه انا هبقى فرحان لما القيمه اللي بيحملها الكتاب دي توصل باي وسيط كان م. سواء بوسيط بي اف او التطبيقات الكتيره اللي منتشره عشان تعمل الكتاب ودي بالمناسبه بتتباع وبتبقى بتضر عائد اكبر لان انا كل ما افتح منافذ اكتر كل ما اسهل الثقافه انا ممكن ادفع ثمن الكتاب وينزل لي دلوقتي بدل ما هجيب أه 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 الكتاب ولو عارف انهي مكتبه واخصص من وقتي ساعه او ساعتين عشان انزل المكتبه او انتظر معرض الكتاب عشان كل ده أنا شايفة إجراءات معطلة ليه طب ما أنا ممكن أدوس دلوقتي أدفع دلوقتي بس الكتاب طبعاً عندي على الموبايل تنظيم ويبقى عندي على الموبايل وأستفيد مم. الآن خليني أقول لك أنا شايف برغم الـ ما يبدو من اتجاه للتقليل من صناعة الكتاب أو التقليل من القيمة لكن أنا شايف إن الأجيال الجديدة بتسعى بشكل إحنا لا نتخيله مم. للمعلومة وبيقدروا يوصلوا لحاجات جديدة كتيره جدا احنا ما بنقدرش نوصل لها وشايف كمان ان الوسائط الجديده زي المنصات الدراميه العالميه وبقى في ترند عالمي دلوقتي ان يبقى معظم الاعمال الدراميه متاخده من كتب وخليني أؤكد يعني في هذا الشان يعني اوجه التحيه للشركه المتحده السنه دي لان احنا في موسم الرمضاني ده في حوالي خمس اعمال ثقافيين كبار متاخدين من كتب ودي ما كناش بنشوفها. شفنا مثلا مسلسل الحشاشين بهذا ال... بهذه القصه التاريخيه العظيمه وهذا السيناريو المبهر وهذا الاخراج الكبير قدم لي وجبه تاريخيه محترمه عيشني في اجواء عصر بقيت شايف بشكل بصري ملابس وسامع مزيكا كل دي وجبه ثقافيه كبيره جدا. مسلسل جودر اللي بعتبره مسلسل عالمي بكل مم. معنى الكلمه حقيقي. اللي, اللي خلانا نرجع تاني نقرا الف ليله وليله الف ليله وليله دي كتاب من امهات الكتب العالميه مم. يعني لو انت تساليني بقى هنحتفل بشكسبير في تاثير شكسبير في العالم ولا تاثير الف ليله وليله انا بكل ثقه اقول لك تاثير الف ليله وليله, وليلة اكبر مم. بكل المراحل عندنا روايه ثانيه كانت مهمه جدا روايه في مسلسل إمبراطورية ميم اللي بتاخد عن روايه احسان عبد القدوس مم. عندنا رواية مسلسل بابا جي اللي متاخد عن رواية كورية عندنا مسلسل عتبات البهجة اللي مم. متاخد من رواية الكاتب مع مابجيد عندنا مسلسلات بتحمل قيمه زي مسلسل ويمكن مليحه مثلا كان جميل في الافلام بتاعت زمان قوي ان كانت بتاخد بتتاخد من روايات قيمه بتعمل منها الفيلم عربي نسخه عربي ونسخه كانت بتبقى انجليزي وعشان كده كنا بنشوف الافكار والمؤلفات كانت بتبقى فعلا راقيه جدا في الافلام بالزبط. القديمه بالظبط فانا مم. شايف ان هو هذا هذه الوسائل الجديده والاتجاه الجديد اللي خدته الشركه المتحده في انها تاخذ اعمال مقتبسه من روايات هو محاوله رشيقه ومتميزه لمواكبه هذا الاتجاه العالمي عظيم. انا مش بالنسبه لي الكتاب هو المهم لكن الورق مش مهم الورق ده هذه الوسيط مش مهم بالنسبه لي انا بالنسبه لي المعلومه ازاي المعلومة طيب كنت بتتكلم من شويه عن الدور اللي المفروض تقوم بيه دور النشر ودي نقطه مهمه جدا حابب ان احنا نركز عليها لانه زي ما انت ذكرت كده في البدايه مش دورها ان انا اكتب واقول له خد انشر لي فالشخص ده يا جماعه ده الراجل ده مشهور على السوشيال ميديا وليه متابعين كتيره فهاتوا ننشر له الكتاب بتاعه بالزبط. ايه الدور اللي المفروض تقوم بيه دور النشر في دعم الكاتب او الكتاب الحقيقيين بص انا شايف ان ان دار النشر هي شريك هم. شريك اساسي في الابداع زي مثلا انا هتخيل كده بس احنا للاسف ما بنعملش الموازنات دي دايما او ما بنعملش المقارنات دي دايما الجرنان والصحف تمام؟ <applause> الصحفي هو صانع المحتوى الأساسي، تمام؟ لكن في الجورنال هو اللي بيقدم المحتوى هو اللي بيدسك المحتوى، هو اللي بيختار العناوين، هو اللي بيختار يتحط فين في في الموقع أو يتحط فين في الصفحة الأولى أو هكذا، وليه الحق في إنه مثلا نقترح في مجلس التحرير إن إحنا نقول والله إحنا عايزين موضوعات في هذا في هذه المناسبة أو عايزين موضوعات تعالج هذا الشأن. أنا شايف إن دور النشر لازم تتوجه بهذا التوجه. تمام؟ وإنها كلما قدرت تتفاعل بشكل إيجابي مع الكاتب ومع السوق وتقدر تقدم في كل كتاب قيمة معينة هتعمل مم. لنفسها سمعة كبيرة. ده هيحميها كمان من الدخلاء. يعني أنا شايف إن فكرة دور النشر اللي هم بيقولوا عليها دور نشر بير السلم اللي هو بتدفع فلوس عشان تنشر كتابك ايا كان المحتوى بتاعه فينشره لك ويحطه لك في كتاب ويرميه في م. كل حته شايف ان ده دورها لازم آآ آآ يتقزم بايه؟ بان احنا يبقى عندنا مفهوم جديد لدور النشر يبقى عندنا دار النشر بتحرر مع الكاتب دار النشر تقترح ربما م. ده هيخلينا برضه نرجع ونقول مما يتكون دار النشر انا معلش انا كاتب تمام ما يجي واحد مش كاتب ومش كاتب كبير م. بالنسبه لي مش مثلا ابراهيم عبد الجيد مش صنع الله ابراهيم م. مش مش يقول لي اعمل كذا وكذا اقول له لا معلش انا اسف تمام تمام فلازم فلازم دور النشر الكبيره تستعين بقامات كبيره عشان تعمل الدور ده لو ما عملش ده هيساهم لي في حاجتين في حق الكاتب وفي حق المؤلف وهنبدا نخلق مجالات جديده للمؤلفين الكبار ان هم يرعوا اجيال جديده بشكل دائم ومستمر فتحويل دور النشر الى مؤسسات نشر ليها هيكل تنظيمي وليها خطوات عمل وليها قائمه يعني كبيره من المستشارين ده هيقدر يخلي لدار النشر ثقل وسمعه ويقدر يدفع عمليه النشر كل بكل أعمل. تاكيد استاذ وقال وزي ما في تحديات مستقبليه بتهدد صناعه النشر والكتاب في وعي كبير لدى الدوله المصريه بقيمه ومكانه الكتاب واهميه حفظه للاجيال القادمه عشان كده اهتمت الدولة أن يكون عندنا واحدة من أهم وأكبر المكتبات وهي مكتبة مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة خلينا نتكلم دلوقتي بالتفصيل عن دور مكتبه مدينه الثقافه والفنون مع الدكتور زين عبد الهادي مدير المكتبه صباح الفل عليك يا فندم وفي اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف كلمنا عن اهميه وجود صرح بهذا الحجم في العاصمه الاداريه الجديده صباح الخير يا فندم صباح الخير يا محمد صباح الخير على الاستاذ وائل وعليكم جميعا يا دكتور زين قوانين حمايه الملكيه الفكريه الحقيقه آه طبعا الامم المتحده فيها منظمه خاصه بذلك لكن هنشوف ان هن هنجد ان كل ده تحت قوانين التجاره الاختراع والتصميم الصناعه وغيرها قوانين حمايه المؤلف الحقيقه يمكن بالصدفه الاسبوع اللي فات انا كنت مع حد من السينيورز في المكتب بتاع القاهره والهدف الحقيقه من وجوده هو حمايه المؤلفين المصريين الكتاب والمبدعين وزياده دخلهم والغريب ان كثير من المبدعين المصريين ما سجلوش انفسهم في المكتب الخاص بحمايه الملكيه الفكريه. الدور بتاع المكتبات ودور النشر مهم جدا بالنسبه لحمايه الملكيه الفكريه خصوصا ان مصر بتطلع حوالي 30 ألف عنوان كتاب في السنه، دي الكتب اللي هي بتسجل في دار الكتب المصريه، لكن تسجيلها في دار الكتب المصريه لا يعني اطلاقا انها محميه فكريا ان لم تسجل في المكتبات المكاتب بتاعة مرأة الاختراع والحاجات اللي موجوده في اكاديميه البحث العلمي. طيب دكتور في مثل هذا اليوم المكتبه في مدينه الثقافه والفنون ازاي بتحتفل؟ والله احنا بنحتفل من خلال مجموعه من اللقاءات مع السفراء الاجانب م. والعرب اللي موجودين في جمهوريه مصر العربيه من خلال اتفاقيات معهم لتبادل زيارات الكتاب المصريين والعرب والاجانب لمصر وليهم وايضا الاحتفاء بالمؤلفين العظام يعني مؤخرا كنا بنجيب مجموعه من النسخ اللي عليها اهداء لمكتبه العاصمه من كبار الكتاب في العالم من دولهم زي جابريل ماركيز مثلا واسرته بتحتفل بيه واحنا بنحتفل عندنا باعماله وايضا هنسعى ان احنا نلتقي مثلا مع اسره نجيب محفوظ او يوسف ادريس او الكتاب العظام اللي موجودين في مصر طب الاضافه يا فندم اللي المكتبه يمكن بتقدمها للمؤلفين والكتاب ايه هي؟ احنا بنعمل تسهيلات للمؤلفين انهم يسجلوا نفسهم في مكتب حقوق الملكيه الفكريه وده هيساعدهم على وجود دخل اضافي ليهم لان احنا مهتمين بهذه المساله جدا في مكتبه العصر. طيب دكتور زين لو حضرتك تكلمنا عن ابرز الكتب التراثيه وامهات الكتب اللي موجوده في المكتبه. احنا بنركز على الكتاب المصري خصوصا الاعمال الصادره عن وزاره الثقافه وبعض الاعمال اللي خدنا منها نسخ من مكتبه اسكندريه ودار الكتب المصريه م. وعندنا نسخه نادره من كتاب وصف مصر في قاعه العرض الرئيسيه في المكتبه بجانب اهداءات من كبار الكتاب عليها اهداءاتهم وعندنا ممر تاريخي خاص بتاريخ الكتابه وتاريخ المكتبات وتاريخ الكتب في مصر من العصور المصريه القديمه حتى الان. طب ده ده عظيم ده خلينا نسأل حضرتك عن طبيعه التعاون بينكم وبين مكتبه اسكندريه. عاملين اتفاقيه مع مكتبه اسكندريه لتوفير تدريب للعاملين في المكتبات وايضا منفذ لبيع الكتب اللي تنشرها دار النشر الخاصه بمكتبه الاسكندريه وايضا التعاون على المستوى الدولي في المؤتمرات والندوات الخاصه بالدوليه الخاصه بالمكتبات والكتابه والمعايير الخاصه بالمكتبات في طيب دكتور زين هل بيتم التعاون ما بين المكتبه والجامعات المصريه او المكتبات بداخل هذه الجامعات؟ آه بصي انا استاذ علم المكتبات وتاريخ المعرفه في آه جامعه حلوان يمكن علشان لسه احنا ما فتحناش بشكل رسمي لكن ده موجود على الاجنده بتاعتنا <applause> بشكرك دكتور زين عبد الهادي مدير مكتبه مدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده كل الشكر ليك وعوده مره اخرى للكاتب الصحفي وائل السمري اللي منورنا النهارده في استوديو صباح لك. الخير يا مصر ويمكن كنت عايزه اسال حضرتك سؤال يعني لو زميلي شاذ يسمح لي انا اسفه يعني شكرا بس يمكن في موضه كده جديده مقرقاني جدا وهي السوشيال ميديا مع الكتب في الملخصات اللي بتتعمل النهارده في الكتب م. على السوشيال ميديا دي حاجه سخيفه جدا يعني النهارده فين حقوق الملكيه الفكريه للمؤلف لانه احنا ما بنتكلمش البلوجر انت بتقول ريفيو ايجابي او سلبي من حقك تقول الكتاب ده حلو يا جماعه اقروه او وحش ما تقروهوش لكن لما الخص الكتاب انا النهارده باخد من القارئ النهارده لما انا واحد يلخص لي الكتاب انا زي اللي بيحرق لي فيلم مثلا مش هدخل الفيلم مش هقرا الكتاب نقدر نجاهد ده ازاي في الحقيقه انا مش شايف ان ده يعني انا مش يعني ده مش حاجه تستحق المجاهده لان انا بشوفه دي وسيله من وسائل الترويج للكتاب لاني اي كتاب سواء كان عمل ابداعي او عمل روائي او عمل نقدي او تاريخي ايا كان الفكره مش في الملخص يعني احنا برضو لازم نغير ذهنيه الناس اللي بتتلقى مثل هذه المواد الفكره مش في الملخص انا لما بشوف مسلسل اجنبي كبير او فيلم كبير مش هممني قوي اللي هيحصل ايه ما هو في الاخر الخير هينتصر على الشر يعني 90% في المائة تسعة وتسعين في المائة الحرام هيتسجن القاتل هي وهكذا لكن الفكرة بالنسبة لي ازاي هو عمل ده ازاي قدر يوصل من النقطة الف للنقطة ب في الكتاب النقدي ازاي هو قدر يشرح القصيدة ازاي قدر يحللها في الكتاب التاريخي اقدر اشوف الروايات التاريخيه متقابله مع بعض عامله ازاي المؤرخ الفلاني قال ايه ومين هو المؤرخ الفلاني المؤرخ الثاني قال ايه وجهه نظر الكاتب ما بين الروايتين ما بين روايه هذا المؤرخ وهذا المؤرخ هو ده اللي بقى ازاي قدر الكاتب بيسبق كل ده مع بعض هل الكاتب اصلا وجهه نظر في الروايات مم. ولا هو مجرد ناقل يعني للروايات وحطهم جنب بعض هو حافظ ولا فاهم زي ما بي بيقول ده الموضوع الكاتب الشاعر نفس القصه الصياغه بتاعه القصيده المجاز الاحساس اللي هيجيني وانا بقرا البناء الشعري من البيت الاول لحد البيت الاخير الروائي ازاي قدر يقدم الشخصيات ازاي قدر يتفاعل معاها ازاي قدر يعمل حبكه كل ده بالنسبه لي هو هنا بقى المتعه الاساسيه بس للاسف انا برضو بشاركك الاحساس بالخطوره لان احنا الجيل دلوقتي عنده احساس ايه الدين ملخص الدين الموضوع الدين بتاع هذا الجيل انا شايف ان احنا ما يصحش ان احنا نبص له بعين احتقار شويه لانه هو نفسه بيتطور بشكل مذهل وبيطور بيعمل قفزات كبيره جدا جدا م. جدا في الوعي وده اللي بيخلينا بقى نشوف دلوقتي المحتوى الثقافي بيتطور وبيظهر وبيتنوع ازاي مم. وليه ناس وليه جمهور لا ده نقطه دي احنا محتاجين نتكلم عنها بالتفصيل خصوصا عصر السرعه زي ما بنقول بالزبط. الناس محتاجه ياخدوا المعلومه في كبسوله محتاجين بالزبط. هل ده انسحب بقى على الكتاب والادباء في كتاباتهم كل التفاصيل دي هنعرفها بعد الفاصل مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الكاتب الصحفي الاستاذ وائل السمر اهلا بحضراتكم مره تانية لسه مكملين كلامنا مع الاستاذ وائل السمري الكاتب الصحفي وبنتكلم عن اليوم العالمي للكتاب 23 ابريل ازاي نحتفي بالكتاب وحقوق الكاتب لان ده مهم جدا لان زي ما اتكلمنا في البدايه هي عباره عن صناعه كنا بنتكلم مع الاستاذ وائل قبل الفصل على طول في عصر السرعه وعصر الرقمنه وازاي ده اثر بشكل كبير جدا على اقبال الناس على شراء الكتب م. وفي نفس الوقت ازاي ده او هل بالفعل ده اثر على الكتاب والادباء في كتابه الروايات والقص بحيث ان يكون رتمها سريع زي ما بنقول م. اكيد بص في تاثير كبير جدا انت لو تلاحظ الدورتين ثلاثه ومعرض معرض الكتاب اللي فاتوا كانوا من انجح الدورات م. وكان سواء من حيث المبيعات أوكي؟ او من حيث عدد زوار المعرض وكان موسم ثقافي مهم جدا جدا ليه؟ لان في تطور كبير بيحصل في وسائل كثيره انت بتقدر تاخد منها المعلومه بتقدر تنوه عن كتاب في اكثر من ميديا بينتشر الوسائل ال 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 المختلفه زي البودكاست زي صفحات قنوات اليوتيوب زي م. المواقع الالكترونيه زي الندوات اللي بتطلع لايف زي الطفرات اللي بتحصل في عالم النشر ان الكتاب يوصل لارقام مبيعات كبيره ده بيخلق حاله كبيره جدا جدا من الزخم. وجهه نظري انا شايف انه طول الوقت طول الوقت هيفضل في سلالم للثقافه. امم وانا في الاستخدام ده. احنا واحنا صغيرين جدا كانوا بيقولوا لا ما تقروش الشاعر الفلاني ده عشان شاعر آآ آآ ضعيف. اوكي؟ لكن هو في, الحق في الحقيقه هو كان سلمة مهمة جدا لقراية الشعر. لأن هو بيقدم صيغة بسيطة لطيفة متدين. لمبتدئ مم. بيعيش مشاعر سهلة مش مركبة بصياغة سهلة بيقدر يحفظها تناسبه صح فبتقدر يدخلوا هذا العالم. أنا عايز عايزهم يدخلوا. أنا وجهة نظري أنا لا خليهم يدخلوا. يدخل كتير جدا جدا يدخل لك 50 60 مليون واحد اوكي يفضل منها معاهم مليون انا كويس انا مبسوط جدا لان في ناس دخلوا وكده كده هتحصل عمليه الترقي هو نفسه لما مشاعره تتطور لما ادراكه ينمو لما وعيه هيبدا طول الوقت يستقبل مدخلات جديده هيبدا هو يتطور فهيوصل لمرحله الثقافه الرفيعه فيتذوق روايه كويسه ويتذوق فن تشكيلي كويس ويتذوق موسيقى كويسه وهكذا ففكره العصر السرعه ده خطر لو ما واكبناهوش هو وحش لكن لو ما اطعمناهوش هيتحول الى مفترس لو اطعمناه هيتحول الى كائن اسطوري من ال ال الثقافة والعلم والفن أنا عجبني قوي إجابتك الإيجابية جدا يعني ونظرتك الإيجابية للموضوع يعني أنا عجبني جدا خليني بقى أسألك السؤال ده وأشوف لو أنت هتبقى لسه إيجابي فيه ولا لأ لأنه م. بقينا بنشوف في عصر الذكاء الاصطناعي النهارده يعني الحاجات اللي بيحصلها جينريتنج يعني ان انا ادخل موضوع وممكن يعمل لي كتاب انا النهارده هتكلم او معاك في الجزئيه دي هتكلم معاك عن الكتاب نفسه مش على الكاتب ف <applause> بقى سهله قوي انه اي حد يدخل يجنريت موضوع حتى مش هقول لك كتاب حل. ده بيهدد ازاي الصناعه دي او صناعه الكتابه الكي ماستر بتاع الموضوع مم. ان احنا في وحش بيلتهم التعامل القديم مع الثقافه والكتاب، تمام في وحش هيلتهم لو ما طورناش القصه في تحدي كبير جدا قدام الوسائل الجديده اللي احنا بنشوفها في المجتمع او التكنولوجيا الجديده اللي بتحصل آه زي تكنولوجيا الذكاء الصناعي اللي ممكن تتألف لنا بحث هم. تعمل لنا كتاب تعمل لنا آه تصور ما ممكن آه تبني فيلا وتعمل تخطيط آه للوحه فنيه وهكذا هم. لكن انا شايف ان ده ما بيهددش الا التعامل العشوائي مع الثقافه لكن التعامل الحقيقي مع الثقافه لا يهدد ليه؟ لان احنا لو قدرنا نطور المؤسسات اللي بتعمل اللي بتصنع هم. الثقافه بما يتناسب مع المتغيرات الجديده هنقدر نوقفها عند حدها حضرتك من شويه كنت بتكلميني تقول لي ايه دور النشر ايه ايه دور دور النشر الجديد في, الم... في... هو ده دور النشر هو ده اللي المفروض تعمله دور النشر لان انا لما اجي أطأ... فرضنا مثلا استاذه بسنت عامله كتاب انا مش عارف مين استاذه صح ومرمي صح. في, ال... في, ال... في 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 على امازون او مرمي على ده هي كمان استاذه بسنت دخلت على تشات ده على سبيل المثال طبعا <applause> دخلت على تشات جي بي تي قالت انا عايزه مثلا قصه رعب اه عن وكتب الف لي قصه اه كتبت كتب خيطين ثلاثه كده في الموضوع أوكي. فهو راح جايب لها القصه وكتبها لها طب انا عايزه عنوان مناسب لقصه رعب حط لها طب انا عايزه غلاف مناسب أه. هوب بقى كتاب بالضبط هو ده انا بقى جيت تناولت هذا الكتاب مم. او جيت بصيت لقيت هذا الكتاب انا لا عارف مين استاذه بسنت ولا عارف مين دار النشر اللي بتعمل ده <applause> تمام؟ <applause> طيب. فانا مش هعطاه. مش هعطاه. ليه؟ هعرف انه اعاده تدوير. لان <applause> احنا خلينا نعترف ان الذكاء الصناعي هو ذكاء، اوكي؟ <applause> في النهايه هو صناعي، تمام؟ طيب. مش منتج قيمه، مش منتج ابداع، هو بيعيد تدوير الـ 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 الابداع اللي عنده. ده هيساهم بوجهه نظري انه هيساهم في فضح الكتاب المزيفين او المزيفين. هيساهم في فتحهم لان هم بيعملوا كده برضو هم بيعملوا اعاده تدوير فاللي هو مش حقي... مش مبدع حقيقي هينقرض لكن المبدع الحقيقي هينقرض لا بس انا عاجبني قوي, حقيقي قوي اللي حضرتك قلت دلوقتي انه انه لان سؤال شاذلي مهم جدا مم. فكره ان انا انا اعرف منين اصلا اعرف منين انه هل ده كاتب ولا ده بقى نتيجه دور النشر فعلا بالظبط المؤسسه انا بقول لك هنا لو احنا ساهمنا فيه او احنا اسسنا دور النشر دي باعتبارها مؤسسه كبيره فهيبقى عندنا تبقى براند كبير هيبقى اسمها له ثقل وله وزن هنقدر احنا نتفاعل مع الحاجات اللي اللي بتطرحها دور النشر سواء حكوميه او او خاصه بثقه اوكي فهيفضل هنا الابداع الحقيقي محمي محمي بايه محمي بمؤسسات بترعاه وبتقدمه بشكل كويس وبتوصله للجمهور بشكل كويس بس المهم جدا في هذه الحلقه حقوق الكاتب مظبوط حقوق الكاتب رقم واحد واثنين وثلاثه لان انا دلوقتي لو انا استسهلت فكره ان انا عايز اي كتابه فأخذها من جي بي من م. من اي ذكاء صناعي او عايز اي معلومه فاخدها ومعليش فكره الاحتفاء بالابداع الحقيقي والتحقيق وصياغه المهمه المبهره والحبكه الكويسه والكشف اللي بيحصل في بعض الروايات والمجهود اللي بيحصل في تجميع حتى في الروايات التاريخيه م. اللي بنشوفها او او الروايات اللي بتكشف عن احداث مجهوله لو انا ما ساهمتش في الحفاظ بده ورعايه الكاتب بشكل كبير احنا بقى ايه هنا اللي بنسلم م. نفسنا فريسه للوسائل صحيح وده كمان ممكن دور تقوم بيه دور النشر في طبعاً. مراجعه هذه الكتب وهذه الروايات زي مثلا رسائل الماجستير والدكتوراه العنوان بتاعها اي حد بيعمل ماجستير ودكتوراه بيروح المكتبه المركزيه التابعه ليه عشان يراجع العنوان ويشوف هذا العنوان حد اتكلم فيه قبل كده ولا لا نفس الموضوع من المهم ان احنا نعمل حاجه زي دي عشان نتاكد بالفعل بان صاحب هذا الكتاب هو مبدع وهو مؤلف حقيقي مش مدعي صح. للثقافة الثقافه والابداع. صح. على كل بنشكر حضرتك جزيل الشكر, الشكر الكاتب الصحفي الاستاذ وائل السمري شرفتنا ونورتنا يا فندم. اشكرك ليك وكل سنه يا رب نحتفل بهذا الاحتفال الجميل. ان شاء الله بنشكرك يا فندم مره ثانيه وبكده مشاهدينا تكون خلصت حلقتنا النهارده نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد بنصبح عليكم صباح الخير يا مصر.